أيه بديت كنطمئن واحد شويه كنقول صافي راه هادشي عادي شويه. قال لي بدا كيوريني زعما الدار هذا هو البيت ديالك زعما فين كاينه فين تحط حوايجك هكا يعني كيوريني الدار انا ما عارفاش الدار كيف شنو بيته هو فين كاين بالضبط فهمتيني. أيه المهم كيتعامل معايا بحال راجل مع مراته. أيه المهم مشينا نعسنا كيما تيقولوا ديك ليله الدخله وهادي وسمح لي اخويا نصطف على هاد الهضره يعني ما كانتش بيناتنا. عادي عادي. المهم انا ما سولتوش من نقدرش حتى داك الارتباك وداك الخوف وداك الضغط وداك الشيء راه ما تنساش وداك الضغط اللي تا هو جا فيه وداك الشيء داك الشيء كلشي لحتي بلي داك الشيء ماشي طبيعي. ايوا اثر عليه هو لا عليك ولا عليه بجوج مضغوطين. المهم خلينا داك الشيء ما هضرناش فيه نعسنا عادي. الغد الصباح جاو عائلتي عائلته داروا ديك الفطور فيش طحوه هذا وهذا زعما. واحد الواحد شويه جات عندي الام ديالو تسولني سولتني واحد السؤال وما قدرتش نجاوبها انا ما عرفتش باش نجاوبها. قلت لها انت سولي يعني ولدك يعني قدرتي تسولي ولدك انا ما نقدرش نجاوبك على هكا. الام ديالو الام ديالو على حياتكم الخاصه. ايوا راك عارف ديك التقاليد ديالهم عندي شويه دو بعض المشاكل اللي كيمكن للاسف تنقولوا وقيلا بدينا كنتجوزوها لكن باقي الاثار ديالها. لا باقي اخويا مصطفى هادشي ما غاديش يحيد بالخصوص هاد النواحي ديال خريف كما واخا ما نقدروش نعممو ولكن كيف داكشي اللي شتي انت كتعاوديه لي. مشات عند امو شنو قالوا الله اعلم دخلوا فيهم البيت خرجت عندي عادي مبشوره قالت لي مبروك. قلت لها الله يبارك فيك عادي. شويه عيط ليا قال لي راه قلت للام ديالي راه الامور دازت مزيان صافي ما تبقيش تدخلي معاهم في هاد المواضيع فهمتيني. ايه راني مزيان مني معاك راجلك ومطمئنه وداك الشيء وما بقاش كانت شي حاجه مضغوطه عادي حياتكم الطبيعيه تكون عاديه. عادي تتعامل معايا زوين دارهم تتعاملوا معايا زوين. هذاك جدو اللي دايره في بلاصه باه شي كادو جابهم لي يعني صدمني فهمتي يعني ما توقعتهمش من الاب ديالي وجابهم لي هذاك السيد. يعني فرحانين بيا لواحد الدرجه ما كتصورش. مهم داز ذاك النهار غادي نجيو الليل عاوتاني هضر نفس المشكل اللي وقع في الليله اللي قبل. يعني السيد ما تيقول لي حتى شي كلمه كانني انا وياه ناعسين فراش حوت. دازت هاد القضيه وصلت لشي 15 يوم 20 يوم حنا على هاد الحال ما كنسولوش ما كنقدرش. تنقول الله اعلم. والسيد بقى صابر 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 هو عندي قال لي راه بغيت نقول لك شي هضره. قلت له مرحبا قال لي انا عندي واحد المشكل. بادرتي ما درتيش شي شي لك اخويا مصطفى هذيك الحشمه ديالي اللي ما نقدر اللي فيا تتخلينيش نهضر نفتح معاه الموضوع. كنقول عقلي تيقول لي غتجبدي مع هذاك الموضوع غيقول هادي راه شي بنت سنقه غير عقلي تيبقى يخربق عليا الشيطان فهمتيني. ما تنقدش نفتحوا في الموضوع تنتخربق. المهم بقى هو تهضر بوحديتو قال لي انا ما تنقدرش نجامع مع المراه وهادي وهذا هو المشكل عندي. قلت له علاش هاد الهضره ما تقولهاش لي مثلا فاش كنا في علاقه كنوا عارفين بعضياتنا شنو عندنا. قال لك خفت نقولها لك ما تقدريش تزوجي بيا. بقيت تنشوف يعني هي داك الشيء بحال الا ما عنده حتى شي معنى. ما فهمتش بغيت غير نفهم غير شويه ما فهمتش. شنو اللي بغيتي تفهمي وما فهمتيش؟ هاد القضيه ديال خفت نقولها لك ما تزوجيش بيا ودابا قلتي لي واش الزواج يعني ما خفتيش نقول لك الله يعاونك يعني ما خفتيش في هاد اللحظه قلتي لي بحال هكا مثلا. لا قال لي انا عارف الضعف ديالك وما غاديش تقدري تقولي لي الله يعاونك ما غتقدريش ترجعي لداركم. علاش؟ ولكن راه هذا تدليس عليك. الا شوف الا فرضا هذا السيد عنده حياه غير طبيعيه وتال الزواج عاد قالها لك اذا هذا راه غش تدليس. هذا هو المشكل انا اللي خربق لي راسي وما خلانيش نفهم. واخا نبغي نفهم ما بغيتش نفهم. قلت لي قال لي ما حاولتيش مثلا تخفي عليه الضغط ديالو ما قلتيش ليه وديها بجوج هادشي اللي وصلت ليه بديك الطريقه. قلت لي انا اللي وصلت ليه بواحد الطريقه ديك القضيه ديال يعني حاول تجرب وديك الساعه الا يعني الا ما كنت تشوف راسك يعني صافي ما قدرتيش ديك الساعه نقدروا نشوفوا الطبيب نقدروا نمشيو نقلبوا على شي حل. يعني ما غاديش انت تقول انا ما قادرش ونقول لك انا صافي ونبقاو حاطين يدينا على خدنا وكنشوفوا بعضياتنا. اييه يعني بعد يعني وصلت لي انا بواحد الطريقه اخرى خاصه انكم ما خلقيتوا الا باش تكونوا ازواج بجوج بيكم. صرا بحال شويه السيد برد شي شويه قال لي إيه يعني نحاول نجرب لما كان والو مشى للطبيب يعني شويه وخا تيقول ديك الهضره ما قادرش تيقول لك ما قدرتش انا قال لك نمرض ونموت بالاسلوب ديالو نمرض ونموت وما نقدرش نبان الضعف ديالي قدامك ونمشي بالضبط. يا ودي الله كيفاش نبان الضعف ديالي قدامك؟ الضعف ديالي ما بغيتوش يبان قدامك وإلا حاولت وما قدرتش.
تما غنكون انا ضعيف قدامك. قلت لي بالعكس راه غنعجبك بحال باش نقلبوا انا وياك على طبيب. هو قالوا على حل. هو قالوا زعما ماشي شي حاجه هو باش يقولوا فرق ويطبقوا فرق واحد اخر. دابا هو عقله هكا كيقول لي مابقيتش نحاول معاه نمشي وانا تنسول تندخل هكا اليوتيوب كنسول واخا والله اخويا مصطفى ما عارف نعد المشكل ديالو. واخا كاع تسولي وتدخلي للقنوات وتستشري كاع حتى مع الاخصائيين راه الا ما كانش هو عنده رغبه واراده يبدل راسه ويشوف ويمشي معاك عند الطبيب مثلا السكسولوج ولا شي حاجه بحال هكا ممكن هو ملي ما عارف راسه بهاد الحاله هادي كما كتقولي ابتسام. علاش غادي تجوج كاع بالسلامه كاع هاك ثانيه علاش انت غدير معاك واحد بنت الناس وبزاف د الحوايج كيفاش ما فهمتش تنقول ليه دابا انا نقول ليه واش هو باغي مراه يوكلها ويشربها ويكساها وتبقى معاه في بيت صافي واقيلا ما قدرتش نستوعب انا هادشي كله ما قديتش نستوعب وانا بعدا بزاف وانا اكثر منك اخويا مصطفى اقسم بالله الا تنبغي نحماق تنقول لي راك ما تعطينيش اللوجيك انا انا ما نقدرش نكون ما نقدرش نعاش انا مراه ومجوج بها هادي شي حوايج متناقضه انا منك بعدا من النهار الاول نهرب لدارنا ما عندي ما ندير بالجوال. انا قلت زعما نعالج الامر الا كان داكشي خصو طبيب نجري معاه هادي الا كان هو تيحشم ما يقدرش يمشي عند انا غنزعمو ندير جهدي ولا كان جهد فوق جهدي. هذه رغبه كتكون هذه رغبه راه اراده كتخصها تكون ديالو ديالك بجوج ايوا تكون متبادله اييه ماشي بوحدك تمشي ديري بوحدك تمشي تقلبي بوحدك تمشي تقلبي في كتبه بوحدك تمشي تقلبي على الطبيب بوحدك تمشي ما نفوقش. والمشكل خويا مصطفى اللي كيبغي يحمقني هو عايش حياته طبيعيه كانه ما كاينش مشكل كيضحك عادي ما فهمش ما فهمش داك السيد والله ما بغيت تفهمني ما عرفتش عمري شفت بحال داك الانسان ما عرفتش. اها المهم بقينا كل مره تندافزو على قضيه ديال الطبيب نمشيو عند الطبيب تنقول له اشرح لي غير الحاله ديالك بالضبط بالضبط غير نفهمها تقول لك غتضحكي عليا اودي استغفر مولاك واش انا جيت باش نضحك عليك اما وصلنا انا وياك لهاد الشيء هذا حنا نضحك عليك ما تضحك عليا اييه ديال الله الا كان ديال الله مرحبا به كان ديال عبد الله ياخذ الحق قال لك ما نعرف كيبقى هو غير ما نعرف يتهرب ويبقى يدخل الاعذار وصافي كيهرب من الموضوع صافي بقينا هكاك واحد النهار وانا قال لي راه اجلس زعما نخلعو نقول لك انا دابا راه هذا الشيء العذر اللي عطاك ديال لا ما نقدرش ما كنعاشرش وما كنولدش الطريقه باش جات تجوج بك هذه هي ديال عذر اقبح من الزله يا العذر اللي عطاك قبح من الزله بنفسها اللي دار بعدا ديال انا جات تجوج بك الله الا فاش كنقول له راك ضيعتيني زعما يعني انت ما باغيش تقول هادشي اللي عندك وهادي راك كتسمى ضيعتيني ضحكت عليا تقول لي ما ضيعتكش انت باقا كيما انت شو التفكير ديالو كيفاش داير انا وياك جمعنا غير ورقه لا ساليناها بورقه راه ما ضيعتكش على انت حياتك كلها كتختصر في ورقه مشاعرك انت كامراه مشاعرك انت كامراه واحد العامين كتراهني على هاد العلاقه الزوجيه شي نهار تمر وتكبر سهلاش والو ما عييت معاه صافي ملي بغيت كنقول لهاديك القضيه ديال صافي سول الناس الله يسخر لك انا غادي نمشي لدارنا صافي الله يعاون يعني انت ما بغيتيش تقول داكشي اللي عندك ما قابلنيش كمراتك مراتك عباد الله نكشف عليك ونعرف شنو واقع عندك بالضبط ونجري معاك ونتقاتل معاك انت هادشي ما قابلوش يعني انا شنو كندير هنا بداك الاسلوب ديال انت باغيه تطيري انت باغي ديري هكا انت عجبتك الزنقه انت قلت لها ولد الناس كانت عجبتني الزنقه ديك دابا غير باش نكونوا صراحه شي حوايج انا كتقوليهم لي اختي ابتسام انا سمحي لي يمكن شي حوايج ما وعافاك ما تحركيش عافاك باش نسمعي صوتك انايا ياك دابا شنو قال لك هو قال لك ودي لا الى الى غادي تضحكي عليا وراه هو راني ترى ضحك عليك هو يا هو على على في نظرك ماشي ضحك عليك انت دابا ابتسام وسمحي لي زعما بالطريقه لانه دابا انت كي دابا هو تيتهمك باللي غتضحكي عليك هو راه مسبقا راه دلس عليك وغشك وضحك عليك كاع قلت لك صافي فاش بديت كنلح عليه بزاف باش نمشي صافي نمشي لدارنا ولا كيتعامل معايا واحد التعامل مبدل ديال العنف ولا كيضرب اي كلمه ولو تكون بسيطه تلقاه صافي زلع عليك الطبله ولا شيرب شي حاجه ولا صافي ولا كيدخل يدخل بالسدان ديال الباب بالساروت ويخرج بالسدان حيد لي التليفون سدان بالباب سدان بالساروت كيسد بالساروت يا ربي استغفر الله كيسد عليا بالساروت ويخرج عاوتاني تيبغي يخرج يسد بالساروت خايفك تعياي خايفك تعياي وتمشي لداركم ايوا تيقول لمو لخوتو بقاو تسدوا الباب من تخرجوا ما تخليوش حدا الباب مفتوحه سدوا بالساروت. وشحال عنده اختي هذا في العمر ديالو؟ بحال عنده 35 عام 9 سنين د الفرق بيناتكم. قولي لي اختي عافاك الوقيته اللي تزوجتوا فيها شحال كان عندك من عام؟ بحال 20 عام بحال 22 عام هكا وشي شهوره
وشي شهور واخا اها صافي. طب وليت كنقول السيد علاش كيدير معايا هكا في الليل فاش كيرجع هكا للدار تنبقى نتعامل معاه زوين ماشي عجبوش الحال تيقول لي تتبغي غير تكذبي على راسك باش انا نبقى نحل عليك وتمشي لداركم. يا ودي استغفر مولاك باش كنبدا تنبدل التعامل تنقول ليه ايه مثلا راني بغيت نمشي لدارنا الله يعاونك صافي داك النهار عاوتاني عندنا حنا العصا عندنا الضرب. دابا هو فاش كتعاملي معاه مزيان تيقول ودي دابا هادي كتعامل معايا مزيان باش نتحل عليها الباب باش غدا تلقى راسها في دارهم. الوقيته اللي كتحطيه امام الامر الواقع وداك الشيء كيبان كيتقبلوش واقعيين شي حوايج كتقول لهم ليا كيبانوا ليا في شكال بحال اش ياك. دابا مثلا هاد المرض اللي ما كيتجمع ما كيعاش المراه وكيسد عليك في الدار بالساروت ما تخرجي ما تضرجي ما تمشي عند والديك ما تقولي ليه ما يقول لك شنو عندك ما يمشي ما يداوي راسو عند الطبيب هادي زعما شي حوايج اللي غريب بزاف ما مقبولاش كاع. راه هذا هو اللي كرهني انا وما خربقني في حياتي ديك المده اللي انا معاه غير نفهمو ما لقيتش منين نفهمو كاع ايوا صافي. بقينا ديك خمس شهور واحد النهار كانت عندهم واحد الصدقه بغا يديروها دارهم هما عرضوا على العائله ديالي العائله ديالهم تما فين غادي تما فين غادي نقدر انا نلقى حل راسي ونخرج عندهم من الدار صافي. جاوا العائله درنا ديك العشاء تعشاو الناس بابا كيقلب عليا وسط الناس باش يسلم عليا زعما كان شحال هذيك ما شافنيش اييه المهم سالبنا كي دايره بخير امورك مزيان قلت له بابا اموري مزيانين ما قاليش نقدر نعاود بابا ديك الشيء اللي سيطرا بينه وبينه اييه صافي. قلت له واش جات معاك اختي قال لي كاينه قلت له عافاك بابا بغيت نهضر معاها وما تمشيش حتى تقول لك هي شي هضره عاد سير قال لي ياك ودي لاباس قال لي والو غير خليني نهضر معاها هي قال لي واخا اجي عندي اختي ما قدرتيش تفتحي باك ما قدرتش لا ما قدرت نحشم منه بزاف عاودت ليها القصه كامله وقلت لها اختي المشكله دابا راه ولا دابا انت ثلاث شهور وضع يعني غير طبيعي بينك وبينه خمس شهور غير طبيعي ملي عاودت اختي انفعلات ديك الساعه بغات تبدا تغوت قلت لها حنا ما خصناش الغوات خصنا نحل الحكمه في تدبير هذا الامر هذا غتوصلي لي الفكره بواحد الطريقه ديال ديك السيده راه ولكن كيفاش انت اعتمدتي على اختك في واحد الامر ما كيعنيهاش وكيعني وهي صغار منك وداك الشيء سمحي لي زعما نشرح لك اخويا مصطفى اختي عنده واحد العلاقه مع بابا زوينه نقدر نقول لك صاحبته كاع تيدخلوا في شي مواضيع اللي ما يقدرش الاب وبنته يهضروا فيهم يعني مقربها ليه بزاف واحد الدرجه على الاقل بعدا انت كمتزوجه عندك الصفه باش تقدري تكلمي معاه اما اختك اللي ما عندها ما قدرتش نواجهه واخا ايوا المهم قلتها ليها قالت لي دابا راه حولنا زعما تنصونيو لك في التليفون هاد المده تلقاو طافي تلقاو التليفون ديالي طافي و تيبغيو يهضروا معايا كيصونيو ليا عنده هو تيبقى جالس حدايا يعني ما عنديش كندير نهضر مع عائلتي بخاطري غير سلام لاباس كدايرين بخير صافي هادي الهضره تنزيدو شي هضره اخرى المهم صافي مشات هي مشاو للدار على حسب الهضره ديال اختي هضرات مع بابا قالت له راه عندهم مشكل شنو هو يعني ما غاديش نقدر بابا نوصل لك الفكره ديال المشكل يعني مشكل ماشي ديال التفاهم ما غاديش يقدروا يرجعوا لبعضياتهم لا اختك هادشي اللي قالت لباك اللي قالت با وقال له دابا المشكل الكبير فين كاين اللي خلاها هي كتقول لك انا بغيت زعما نجي لدارنا اللي هرك قالت لي راه تيضربها وكذا وهكا وكيسد عليها الباب وهي ما يعني ما تقبلاتش اييه الا واش هي يعني راضيه بانها باغا تخرج من تما عارفه اش كتقول ماشي زعما غير هضره ديال الاعصاب وهذا قالت له راه متاكده صافي مشى بابا عند الام ديالو هضر معاها وهي تجاوبه واحد قالت له انا مرا ما يجي عندي حد ما نمشي عند حد وما يهضر معايا حد اللي بغا ولدي راه كيعرفو قال له ولكن النهار الاول فاش جيتي خطبتي من عندي راه جيتي انت كامرا قلت سمعني اخويا نصطفى يعني انت جيتي كامرا باش دخلتي معايا وهضرتي معايا وتقبلتك علاش هنا ما تقبلتينيش نهضر معاك قالت لي لا سيدي ما تهضرش معايا منك لولدي ولا براسك معاه يعني هضرت فيه زعما انتم الرجال بيناتكم بابا كيصوني للسيد ما كيجاوبوش كيكون حدايا والتليفون كيصوني كنقول ليه بابا كيصوني ليك شنو يقول لي لا انا كنعرفك انت ما كنعرفش باك اش بغاني هاد باك وبالغوات وبالهزان اللي يدي يعني بابا ما لقى حتى شي باب كاع والو كيسدو عليه كاع البيبان ما حتى واحد ما بغى يهضر معاه مشى عند هذاك جدو جد الراجل ديالي اييه هضر معاه قال لي يعني شنو هنا شنو الحل زعما اللي ندير قال لي غنمشيو انا وياك عندهم وغنحلوا هاد المشكل ونشوفوا شنو طاري داكشي اللي كان ديك العشيه مور العصر كان هو نيت في الدار كان تمو جاو بجوج جا
بابا وجا جدو وين مشيت ناقشوا علاش ما تجاوبنيش. هذا هو الموضوع باش بداو علاش هاتي هو ينقذ هو الراجل ديالي قال لي وشكون انت باش نجاوبك وهادشي كنتي انت ولا ما كنتيش؟ انا حاضره لا كاينه راني في الدار راهم في الدار عندنا راهو عندنا الدار. شكون انت كاع باش نجاوبك؟ قال لي شكون انت باش نجاوبك؟ قال لي واقيلا رانا هو داك با داك السيد اللي هي عندك. قال لي هو السيده اللي عندك. قال لي هو باها ودابا هي ولات عندي يعني علاش كتقلبوا ما بغيتوش تخليو الناس يعيشوا فرحتهم. صدمت بقيت نشوف فيه صدمني ولا بابا تيقول لي شنو تقولي فهاد الهضره ما كدبش عليك اخويا مصطفى الفم اللي هضر ما بقاش عندي مصدومه سقطت بلاصه ما فهمتش اش غادي نقول. ما كنتيش كتسناي زعما انه يواجه باك بهاد الطريقه صافي وليت نترعد البكا دموع هابطين هي تقول لي امو وسير دخلي في حالك اللبس خلي الرجال يهضروا مع بعضياتهم هي تدعني هكا اللبس دات عليا بابا ما عجبوش الحال بداك التصرف وحيت هاد المشكل كيعنيك انت ما تيعني حتى شي واحد يعني تدخلوا يعني لا فرضا كاع بغينا نصلحوا ذات البين خص تكوني انت طرف كاينه. ما سولوني ما قالوا لي شنو المشكل علاش والو ما حال انا ما كايناش كاع واش كيدير هذا بلاتي بعدا واش هاد السيد خدام وردام بعدا كيدير شي حاجه في حياته؟ خدام في الارمي عسكري خدام واخا حيت شت كيما كنقولوا المتلكه تقول لك داك العويد من داك الشجيره شتو كيدوي بحال مو بحال مو عندهم خط واحد شي شكل دوك الناس ما بغيتش بحالهم. المهم صافي بقاو تيتناقشوا تما تيتناقشوا ولا بابا تيقول لهم انا عنده الخدمه اللي في نفس الخدمه اللي شاد ساكني فيها في نفس المدينه في نفس المدينه الخدمه في نفس المدينه ويقول له بابا صافي انا ما بقيتش اخويا زعما هذيك البنت ما بقيتش بغيتها ليك صافي قال لي غتمشي عندها الا قالت لك بغيتك عمرني ما بقيت ندور بجهتك لا انت لا هي الله يسخر لكم. ايوا ولدي الا قالت لك ما بغيتكش راه انت غتمشي معايا يعني بخاطرك بالقانون باش ما بغيتي قال لي وقال واحد الكلمه ما يصلحليش نقولها على القانون المهم ما عليناش يعني بديك يعني كيسحب لي راسو زعما هو راه شي حاجه كبيره تحدي تيتحدى قال لي بابا راه هاد الكلام ماشي تقاز زعما وهذا يعني بقى لي يهضر معاه هكا قال لي ماشي سوقك هكذا هكا المعيار الخايب اللي طايح لواحد الدرجه ما تتوقعش على البال اللي الراجل البنت يقولوا نسيبو واحد الكلام راه اخويا مصطفى راه بزاف انا كنسمع غير من البيت انا مزدات عليا في البيت الساروت وبابا مسكين تجي حدا الباب تيقول لي دابا غير قولي لي واش كيهددك واش هو اللي تيقول لك زعما جلسي في الدار. انا الكلمه اللي خرجت ليهم في مي قلت ليه بابا ما بقيتش قادره نعيش دقيقه في هاد الدار صافي وسكت ما قدرتش نزيد شي كلمه اخرى صافي خرج بابا مشى باش يديك لاري واقيلا انا جلست في ديك اللحظه حين خرج ما بقيتش نسمع الصوت وكنسمع الباب تخبط تما تصوني لي اختي قالت لي شنو درتو ما شنو درتو باقي يلاه بغيت نهضر معاه جا حيد لي التليفون هرسو صافي شدني بقى تيضربني حتى طحت غيبت ما بقيتش عقلت كاع فقط لقيت راسي في السبيطار وحق الله خويا مصطفى لقيت راسي في السبيطار وجهي كاع زرق واحد الضربه في بحال قريب من ودني درت فيها ثلاثه ديال الغرزات باش ضربني ما عرفتش باش ضربني في ديك اللحظه. وين كان كيضرب فيك شنو هو المبرر اللي كان كيقول لك علاش كان كيضرب هو ولا شنو هو الكلام اللي قولي لباباك ما بقيتش قادره نعيش في هاد الدار شنو ناقصك شنو خصك شنو الى اخره. هو عنده راكي كتاكلي وكتشربي وكتلبسي هادشي ديال الماكله والشراب والتهليه وداك الشيء راه تقدر تعيشي في داركم وبخير وما الاصل ديال الزواج كله ما كاين منه والو حيت هو سميتو عقد نكاح. هو ما كيفكرش هكا هو عنده عقل وشنو ما عرفتش شنو فيه بالضبط ما عرفتش اييه صافي تما جاو عندي البوليس هو واقف حدايا هو امه قلت لك جاو عندي البوليس دخلوا عندي في السبيطار اييه صافي السلام عليكم هذيك لاكارت ديالك شنو واقع لك بالضبط ما نقدرش نهضر صافي حدي معاه ديك السميه الكنيه فين كتسكني وصلوا معايا شنو واقع لك ما قدرت نقول ليه والو انا براسي ما عرفتش شنو واقع ليا وين نقذ هو قال لي راه طاحت في الدروج وتكركبت في الدروج بقات كطيح تتكركب في الدروج علاش ولات كاع زرقاء وكاع مضروبه هكا من جهه ودنا وهادي واحد البوليسي هو يضحك قال له ما يمكنش اخويا او واش المراه طاحت في الدروج كل ضربه غتجيها في بلاصه قال لي هو داك الضرب مواتي والدروج قال لي غيخسر فيني ضرب بهذا الاسلوب وبدا يهز في يديه يعني هو واش بتطلع على راسه براسه قال لي هي واشنو بغيتي تقول زعما الشاف يعني تقول بلي انا ضربتها قال لي انا ما قلت لك حتى شي كلمه ديال العيب وانت اللي ضربتيها ولا هاد المراه ولا الدار بس الزنقه الله اعلم حنا تنسولوك تقول لنا شكون ضربها اييه صافي بدا كيغوت مع البوليس تما انا عسكري انا ندير ليكم
انا صافي تخربقت. كاين بعض للاسف بعض السلوكات المرضيه في دوك في بعض الناس اللي خدامين في السلك العسكري تيقول لك انا بوليسي ما يحكمش فيا. ما يحكمش فيا وداك الشيء اللي فهمت انا في ديك القضيه هذيك. انت زعما مخزن وانا مخزن ما تحكمني ما نحكمك. راه ما يمكنش. الا ما كانش يحكمك راه صافي ولات سيبه في البلاد. هذا الشيء اللي كاين. صافي جات موتها تبوس لذاك البوليسي تطيح لي على يديه وعلى رجلي تقول لها الحاجه انا تندير خدمتي وراه هو قال لي هاني وانا موظف. المهم هكا بداو يهضروا بديك اللغه ديالهم انا ما تفهمش داك الشيء مزيان. تطلفتي تما تعشاو داوه من حدايا تما غادي نبرد ونقدر نهضر. يعني تقول لي ما تخافيش هذاك البوليسي غير قولي لي شنو واقع لك والله قال لي ما تخافيش يعني ما عندكش مشكله ما تخرجيش من هذا السبيطار يعني تقولي راه غيطلق عليا ولا شي حاجه اصلا حنا ما غنطلقوش حتى نعرفوا شنو واقع لك. قلت لي واخا قلت لي راه وقع بيناتنا واحد الخلاف واللي عقلت عليه كان ضربني هكا صرفقني جوج المرات موراها ما بقيتش عقلت. ما عاودتيش لهم الامور بدقائقها وبالتفاصيل ديالها وداكشي. خفت ما نقدرش نقول داكشي. ويقول لي شنو السبب يعني شنو السبب اللي غيخليه زعما يدير هكا. قلت له غير شي مشاكل عائليه. ويقيد داكشي مشى قال لي مسكين مسكين حتى هو هذا البوليسي ما لقى ما يقيد. ما عرف مسكين هذاك ذاك البوليسي بقى والله الا بحال عاقل عليها بحال اليوم تنشوف العينين ديالو فيهم الدموع. تقول لي ما عرفتش علاش حس ديك باغا تقولي شي حاجه وما قادرهاش. هادشي اللي كاين. بهكا تنقول لخويا ما عندي ما نقول تنهبط الراس للارض. تقول لي غنحس بوجهك فيه الحك راسي شي حاجه تنقول لي لا ما كاينش داكشي يعني حتى الطريقه باش كنجاوب وباينه تنكذب عليه. اييه مرتبكه ومراجله وما غير تندخلو خرج الهضره. اييه المهم قال لي راه قال لنا الطبيب راه خصك تبقاي هنا واحد اليومين وفاش عطاك ديك الورقه ديال الخروج راه ما تخرجيش خصنا نجيو حنا. اييه ايوا واخا مرحبا داو هو داو هذاك الراجل اللي كنت متزوجه به. yeah. دوز عندهم 48 ساعه اللي فهمت من مو داروا ليه ديك القضيه ديال اهانه موظف. تهين الموظف هو بغى يدير الخدمه ديالو. صافي جاو دوك المنشئ دوك هذوك اللي كيكونوا شاف عليه تما يعني جاو كيحضروا شنو واقع ما شنو واقع. في ديك اللحظه فاش هو غيدوز كتعاود ليا مو باش داز عند الوكيل زعما من مور ديك 48 ساعه غيدوز عند الوكيل تما بدا كيعاير فيهم. كاملين انا ما كنعترفش بفلان وبفلان وبالاسماء. اييه ما كنعترف بهذا وبهذا وحتى هذاك وحتى هذاك. صافي هو يقول لهم ولكن هضر ما معاش الهضره هذا يمشي في هذا غيهبط غيمشي للحبس. سيهبط اييه صافي ما تهضر هو كيعاير الناس كبار في وسط المحكمه. ما انا تعرف السيد عنده مرض نفساني. علاش كنقول لكم الاخوان راه بعض المرات الناس يدلوا يطالبون بشواهد العذريه مع انه كاين بين الشواهد الاساسيه والبيلون بسيشيك. اذا الانسان مريض خصو يبدا يمشي عند الطبيب يعطيه هذا واش هو سليم نفسيا. راه دابا المصيبه الكبيره هو كنلقاو حنا في العائلات شي واحد عنده شي مشكل بحال هذا اجي جوجو زعما راه الجواج هو الحل جيب له بنت الناس يتكرس عليها. المصيبه الكبيره اللي كنلقاوها كما كنقولوا في المجتمع ديالنا متفشيه بواحد الشكل اللي هو خايب وقبيح كما كنقولوا. باش غادي نعرف قالت لي الام ديالو دابا غادي نصارحك دير القضيه دابا كبرات ووصلت للمحاكم وداك الشيء. انا نقول لك واحد الصراحه اللي كان هو تعتقل يا قولي لي شنو كاين. يا ولدي قالت لي راه المده ديال 15 عام هو تياخذ الدواء. علاش الدواء؟ قالت لي في الاول كان عنده بحال شكل ديال الاعصاب. واحد الوقيته بحال حماق داك الضغط اللي كان عنده في الخدمه وكان فهمتي كيدوز داك الشيء ديال الصحراء وداك الشيء بحال السيد بحال هبل وبحال رجع منين رجع لعقله رجع ناقص. هاد الشيء هاد هو اللي وصلت لي الام ديالو بهذه الطريقه. المبرر ديالها هي. ايوا المبرر ديالها هي. لو انا 5 شهور وانا معاكم عمرني ما شفتو خدا شي دواء عمرني ما شفت شي دواء غريب يعني عمرني ما فهمتش. قالت لي بنتي اسمحي لي زعما بلا حيا بلا حشمه زي تخطب له زعما ما انت خويا مصطفى فهمتيني مثلا ولدك كتعرفيه مريض ولا عنده شي مشكل هذا تجي ما عرفتش انا زعما شي حاجه. هادشي اللي قلت لها في الثالث بقينا تندوجو في الهضره قلت لها خالتي ونقول لك واحد الكلمه وسمحي لي. قلت لها قولي. قالت لي قولي. قلت لها وانت عالمه على هذا الشيء كامل وتغدريني علاش؟ شنو ذنبي زعما ما فهمتش. وخاصة انت قلتي لي هذاك الشيء الاخر زعما ديال راه عادي داك الشيء. اييه قلت لها وقبلت قلت لها بولدك بجميع المشاكل ديالو بهذا وما عنديش مشكل وصبرت معاه وحاولت معاه باش نمشي وما نعرف
فين كاع نجري وانا وياه جميع المدن المغرب كامل غوات في داك الموضوع وتنقول هاد بنت الناس وهادي وهادي. قلت له ولكن مين بنت الناس؟ ما تخبيش عليا ما تخبيش عليا مرض نفساني. قلت له كون قتلني كلشي نهار. قلت لها فقتي الصباح لقيتيني مذبوحه ولا مقتوله؟ قلت لها لا انا عاري ليك الساعات. قالت لي بصح كاينه. قلت لها ايوا كاينه. ودابا قالت لي هذا الشيء اللي عطى الله عطاه. شنو عطى الله؟ راه هي اللي عطات هذه الاداه هذا صرفته فيك ماشي الله اللي عطى هذا الشيء. قلت لها انا قلت لها استغفر الله العظيم. قلت لها انا اللي هبيله كان عليا فاش وقع فاش هضرتي مع امي النهار الاول وقع اللي وقع ومات في ديك الليله كان عليا ما نعاودش نزيد في طريقكم. كيف؟ قلت لها زعما منين هضرتي مع الام ديالي ذاك النهار وقع ذاك المشكل ديال المهم ديال انها ماتت ديك الليله كان عليا. قلت لها ما نزيدش صافي نزيد ندوز في طريقكم صافي نحبس. ومنين البوليس عافاك سولك وما عرفتي باش تجاوبيه؟ ديك الساعات قول له سيدي واش ممكن تشوف لي شي بوليسيه هي اللي نتكلم انا وياها. ما طاحتلكش في راسك هذه القضيه؟ لا طاحت لي اخويا في راسي النهار اللي غنكون غنخرج من السبيطار. يعني ديك الساعه قالت لي الام بانه مريض ويعني يعني قالت لي شنو كاين فهمتيني يعني صافي عودت لي داك الشيء اللي مخبيه. حتى بعد القضيه زعما بصدق باش نكونوا صراحة كاين عندنا بزاف الاخوات من نساء الامن كيدير واحد الدور مهم بزاف في انه يستعنوا يعني يمكن واحد العدد ديال النساء من واحد العدد حل واحد العدد ديال المشاكل ديالهم. ايوا كيبغيو كيتواصلوا معاك. المهم داكشي اللي فين جات هي هذا السبيطار جاو عندهم السبيطار باش نقول لهم ديك القضيه زعما فهمتيني صافي. وقال لي راه باقي بانوا لي شي حوايج ما واضحينش خصهم يوضحوا خصنا نفهموهم. قال لك الميمون بين من النهار الاول هو هذا ميمون كما كنقولوا مات فيها الوالده ديالك بزاف الحوايج كما كنقولوا صعيب يعني غير استغفر الله العظيم تنقولوا داك الشيء راه كاين الاشارات غير الانسان خصو يلتقط بزاف الاشارات الا بغينا نقولوا حنا كنبغيو مثلا نبغيوش نشوفوا بعينينا استغفر الله العظيم. ولا كتكون مكتبه صافي ملي كتكون مكتبه راه غادي دوز. اسمح لي الا كان هذا فعلا دا كان ضغوطات من العمل وعقل ايوا هذا الا فرضا عقله نقص ليه الجواج يعرف ليه والله لا عارف ولا داك الشيء هو ساهل عنده شي حوايج انا ما صعيب صعيب غريب بزاف. صافي خويا مصطفى المهم دز ديك اليومين باش غادي نخرج جاو عندي البوليس قالوا لي راه تنحس بك باقا باغا تقولي شي حاجه غير هضري السيد راه مشى فيها ابارنتي ابار المشكل اللي عندك معاه راه دار لنا مشكل في المحكمه يعني اي مهنيا كاين بزاف ديال المشاكل هالموظفين تما في المحكمه وهالناس كبار عليه بزاف قال لي راه مشى فيها يعني يقدر يوصل فيها حتى 8 شهور حتى العام فاش قال لي هكاك عجي واحد التنهيدة خرجت لي خويا مصطفى يعني ما نقدر نقول لك فرحة فرحت استغفر الله العظيم. قلتي بداية التحرر ديالك تاخذي الحرية ديالك غادي نتهنى من واحد السيد اللي صافي يعني ما بقيتش نقول راه غادي يجيني واحد النهار ويسد عليا عاوتاني ولا يوقع لي معاه شي مشكل صافي قلت حمدتك يا ربي وشكرتك واخا الحبس ما تيقول لك ما تتبغيش العدوك المهم هو يقول لي دابا وهذا السيد سولتو عليه واش فايت مجوج وسامح واش خاطب وسامح سولت والو ما عنديش عنده الزواج كاع بصفه نهائيه عمره ما تزوج. شكون اللي قال لك ياك ما يكون خاطب شحال من مره وردو ولا ياك ما هذه القضيه ديال الخاطب تقدر تكون اما الزواج في الوراق ما داك الشيء الوراق ما كاينش. زعما هو جايب هذيك الشهاده اللي تقول لها شهاده العزوبه. لا دابا بلاتي هذيك الشهاده الاداريه ديال الخطوبه هذيك راه حتى الا كان كاع مجوج كيمكن له يجيبها عازب. علاش؟ لانه ما مجوجش دروك. مثلا انا كنت مجوج البارح وجبت شهاده اداريه باش نتزوج اليوم راه غادي نجيب شهاده اداريه ديال بانني دابا عازب كنت مجوج شحال هذا. داكشي باش سولت كي يقدر يكون مثلا مجوج يقدر قبل. الناس بحكم الناس اللي كيعرفوش يقولوا عمره داك السيد ما تزوج وانا ديك الشهاده اللي شفت زعما ديال كما كنقولوا ديال العزوبه قلت صافي راه ما مزوج. عليه لا مال هذوك الناس تزيدي مازال تثقي فيهم امو كاع وعارفه كل شيء وفي الاخر جايه هي اللي مكحلاها. هي اختي ابتسام ايوا شنو نتق والو. المهم صافي وانا نقول لك البوليس دابا انا غادي نقول لك شنو كاين وانا ملي غادي نقول لك شي حوايج انا ما نقدرش نقولهم لك. شكون هو؟ هذاك البوليسي. ويقول لي اختي راه عادي في الخدمه ديالنا راه نسمعوا اي حاجه باي لغه باي طريقه ما عندناش مشكل. يا خويا انت تقول هكا انا راه ما نقدرش. قال لي شنو الحل اللي ندير معاك مثلا؟ هو انا ما قلتش ليه هذيك القضيه البوليسيه ما طاحت ليش في بالي. قال لي غتجي واحد الفرمليه
هو هذا اللي الاقتراح اللي قال هو غادي تجي وغتكوني تتناقشي انت وياها وغندير واحد لاباري ديالنا ديال التسجيل تبقى بيناتكم وغتسجل لنا الحوار ديالكم ونتنطلي اييه قلت لي حتى هذا حل مرحبا داكشي اللي كان جات عندي واحد السلميه دارت لي الدواء ديالي قالت لي راجعوا عندي البوليس شنو قالوا شنو قالوا قلت لها يا اختي راه ماشي مشكل وحطوا واحد بحال شكل التليفون ديال هكا الميكرو تنعاود لي انا بليدي طيب درنا هكا درنا هكا وقع هكا من الاول اييه صافي مشات ديك الفرمليه خرجت جا داك البوليس عندي جا داك التليفون بغى يخدم داك التسجيل قلت لي خويا عافاك ممكن لك غير ما تكونش حدايا وتنطلي اييه قال لي على زعما قلت لي من باب الحشمه انا ما غاديش نقدر انا ما نقدرش نقول لك في وجهك وانت غاتنطلي حدايا ما غاديش نقدر هي بحال قلتوا لك نيتو صافي قلت لك في وجهه اييه هي عمرني ما شفت شي انسان بحال هكا ولكن قال لي ماشي مشكل السريه ديالك هذيك مشى غبر واحد الساعه هكاك ساعتين ويجي عندي داك البوليس عندي وجهه حمر كيترعد قلت لي هادشي كامل زعما وصبرتي وما قلتي ماشي مشكل قلت لي ما عندي ما ندير اش غندير يعني كتبت عليا ربي كتب عليا هادشي لا هو قال لي دابا شنو دابا قال لي قولي انت شنو بغيتي واش بغيتي نتابعوه هذاك الضرب اللي كان كيضربك وما قال لي داكشي الاخر قال لي مشكل خلقي او ما عرفتش داكشي قال لي داكشي قال لي ما غاديش نقنع ما عندناش حق نهضروا فيه حنا كاع معاك هي جوج قال لي المشكل عندنا هو داك الضرب وداك الابتزاز وداك التهديد اللي كان كيدير معاك واش تابعي على داكشي انا صافي شفت عييت ما بقيت نقول صافي غير يعني داك المفهوم داك اللي يسهل راه غير نتفك انا خويا انا بغيت غير الطلاق ديالي قال لي الطلاق ديالك غيكون هذيك حاجه طبيعيه هذاك قول لي بغيت قال لي وتسامحي في حقك قلت لي نسامح في حقي قال لي وداك الوجه زعما ولا هكاك زراق وخيطتي من هنا قلت لي ماشي مشكل هانيه ياك هاد الوجه الزرقيه غتحيد غندير الدواء قلت لي صافي غير ما يبقاش بيني وبينو العداوه ديال غيخرج ويبقى يقلب عليا هادشي ما بغيتوش قال لي مرحبا وين صافي درنا ديك الدعوه ديال الطلاق درتها انا باش نديرو داك الطلاق الشقاق باش كنبغيو ندوزو في الجلسه كيجيبوه هو من الحبس شو قول لهم انا ما بغيتش نطلق عافاك عطيني صوتك شويه انا خويا مصطفى دابا تسمع اها تيقول فاش كيجيبوه من الحبس في الجلسه تيقول لهم انا ما بغيتش نطلق علاش انا باغي مرتي انا باغي ندير لمرتي دارها بوحدها انا قادر نوفر لمرتي داكشي اللي بغات كامل المهم هو ما نطلقش فهمتي هي صافي بقاو تيشوفوا تيردوها تيدوز مده كيردوا الجلسه عاوتاني الموعد واحد اخر فاش كيجي كيقول لهم عاوتاني واش دابا علاش شكون اللي رفع الطلاق انت يعني عنده هو حق يعترض علاش عنده الحق ما عندوش الحق لان دايره دايره انت اسمح لي ديالهم انا خويا الا دايره انت مسطرات الشقاق اش عنده هو من الحق باش يعتار على واحد الامر انت بغيتيه زعما هو دابا الكلام اللي كيبغي لك يوصل والوالد ديالك ما عاودتيش شن عليه كان في السبيطار كان معاك الوالد لا عندي لا كان واقف معايا عرف بحق هذاك الشيء اللي طاري ليك بقى فيه الحال بزاف لا واش عرف بعد هذاك الشيء من بعد عرفت عاودت صافي هذيك الساعه راه بقى ما يتخبى خويا ما بقى ما يتخبي واش في السبيطار وصلتي ليه الموت شفتيها بعينيك واش بقى لك ما تخبي لا على حياتك الطبيعيه اللي ماشي على حياتك الغير الطبيعيه مع هذا الراجل عرف ذاك الموضوع عرفو غير هو منين عرفو ما عرفتش انا يعني ماشي انا اللي قلت ليه وكيفاش عرف الله اعلم المهم انا فاش تناقش معايا قال لي انا عرفت القصه وما فيها ولو انه في الاصل انت خصك ديري الطلاق قبل البناء ماشي تطلق الشقاق كاع لا راه فاش في المحكمه سولوني قالوا لي واش يعني ديجا كانت المعاشره قلت لهم لا فهمتينا اخويا مصطفى اي سمعت اختي قلت لهم لا عمر المعاشره ما دازت بيناتنا شنو السبب قلت لهم السبب يعني السيد عنده شي مشكل ما بغاش يقولوا ما عرفش المشكل بالضبط يعني خليته هنا صافي بقينا هكاك هو دار محامي ولا داك المحامي كيجي يهضر معايا انا تيقول لي صافي ما تطلقيش هو راه غيضرب غير مده قصيره وغيخرج اش المحامي ديالو يعني واقف لي على القضيه ديالو اللي المشكل اللي دار مع البوليس واقف لي على الطلاق وبحال هكا وتيخلي زعما تيقول لي شوفي راه الا بغيتي انت تطلقي وهو ما بغاش بقى تيقول هكا راه ما غيعطيكش زعما قدر انه يخليك انت بداك الضرر اللي عندك لا نفسي لا جسدي لا والو انا ما فهمتش من القانون تيقول هاد الهضره اصلا ديال تسجلني زعما ما فهمتش صافي بقينا دازت الجلسه كانت عندنا دازت ما بين جلسه وجلسه 25 يوم من ديك الجلسه اللي غتكون هي الاخر هذاك المحامي بدا كيقول للقاضي تيقول له زعما ما بديك الهضره ديالهم هما ما غاديش نعرف نهضر بحالهم زعما راه عندي واحد الدليل بانه تقول هاد السيده انا نازله هي على كل شيء نقص داك القاضي ويقول لي انا اصلا قال لي ما سولتكش ما طلبش منك تجيب لي التسجيل هادشي اللي كاين نيشان
لو كان انا بغيت تسجيل ولا بغيت شي حاجه وبغيت نعرف هذا غادي نقولها لك غنطلبها منك. من قال لينا وانت كتعيشي مشاكل نفسيه هذه راه بعض المرات راه يعني للاسف شي حوايج الحمد لله للقضاء القضاء ديالنا ما كياخذش بها لانه كاين شحال من المراه مسكينه كتوضع تحت الضغط وبحال هكا دابا كتلقى شي واحد باعتباره كيقول محامي مؤازر لهذاك الراجل ولا الذكر كاع سميه المهم حيت الرجله راه ماشي سهله الرجله راه هي شهامه وهي قوه وهي احتواء وهي هذا كيكون مثلا هم تيقلب على اي وسيله زعما في نظره باش يخرج هذاك كيت زعما يخرجوا ما زعما ما تاخذي واد لكن ما تعرفوش شحال كيكونوا كيساهموا في ضرر النفسي الجسدي دابا بحالك هكا دابا انت تعرضتي كاع كل هاد الاضرار وهذا الشيء كاع اللي غادي تخرج لك المحكمه ما غاديش تعوضك على الضرر اللي انت لحقتي على كل حاجه دقيقه ودقيقه ما غاديش تعوض ليا داك في اللي ضاع لي 5 شهور بحال دازت 5 سنين من حياتي خمس شهور ياك 5 شهور وخرجنا من عاد الدار قلت لك صافي سالينا ديك الجلسه خرجنا هو يقول لي المحامي بغيت نهضر معاك المحامي ديالو انا ما كنتش دايره محامي هي قال لي يا قالي دابا قالي عجبك الحال قلت له علاش ما فهمتش قلت لي شنو قلت لك الطريقه باش تهضر معايا ماشي اسلوب يعني بحال شي واحد مستفز بحال بغى يعايرني بحال ما فهمتش بحال هو اللي كيتواجه معاك ماشي ذاك الراجل كيف قلت لي بعدا شنو هذا الاسلوب باش كتهضر انت وباقي لابس لبس الخدمه ديالك اللي احترم هذا اللبس اللي لابس بعدا تهضر معايا ويقول لي علاش انت كتعرفي الاحترام لصيفط الراجل للحبس وشوف انت اش غايقول لي متفقه مع البوليس ودرتي بحال درني انا متفقه مع البوليس باللي ما فهمتش باش يخليوه ينفعل باش يعايرهم باش يمشي للحبس باش يمشي تخربيق ما عندش ما فهمتش ما عندوش شي معنى معنى ما عندوش ما فهمتش وانا نقول لي انا يلاه واخا انا درت هذا الشيء كامل فين عندك المشكل دابا انت فين عندك انت المشكل تعويض قلت لك ما بغيتوش طلاق بغيتو اليوم قبل غدا المتابعه ما تابعتوش انا من حقي نتابعو مازال يزيدوا شي شهور ولا عام والله اعلم واش هادشي كامل تابعي حتى داك اللي كيعرضك للعنف نيت حتى هو نيت كشخص كاع كمحامي راه تابعي الا بغيتي وما نكذبش عليك اخويا مصطفى كلشي كاع العائله ديالي تقول لي نتابعوهم خليونا حنا خلينا حنا نتبعوا هاد القضيه تنقول لهم قلت لكم بغيت انا نشد الورقه ديال الطلاق راه غنهبل الا ما شديتيش قلت لهم ما غتحيدش واحد العقده من الصدر ديالي راه صافي حماقيت صافي خلوني من ليهم صافي دازت هذيك الجلسه ما حكمش ليا الجلسه الاخرى صافي حكم بالطلاق وعلاش كان كيهضر معاك بوحدك علاش باك ما كانش ازرك ما لا كان تيمشي معايا بابا ايه ولاش علاش كيعزلك هاد المحامي تاعو باش يبدا يتعسف عليك بحال هكا فاش كيبغي يهضر معايا كيبغي يجي معايا هكا بابا ولا خويا كيجي حدايا تبدا عندك واحد الموضوع شخصي واحد الهضره غيصيفطها السيد لمراتو بغى يقولها لي انا ما غاديش نقدر نقولها قدامكم عادي تقول لك بابا واخا يلا تنفوتوه معايا واحد شي شويه تيبقى يهضر معايا صافي السيد وي كنتي عارفه كي داير وكيفاش كينزل فيك ويستفز فيك علاش احتاجيتي تمشي معاه بوحدك ولا تسمعي هذاك العنف حيت راه دار حتى هو عنف العنف راه ماشي هو الضرب من داك الخوف اللي تنخاف منه العنف راه هو ماشي غير العنف الجسدي راه حتى العنف النفسي بحال هكا ديباتي يرهبك انت هذا المحامي هذا انا من داك الخوف اللي كنت كنخاف من الراجل ديالي كاش يقول قدام عائلتي داك المحامي باللي راه السيد مصيفط لها شي هضره خصها نقولها ليها فنقول صافي تنطروني كنترعد يعني خصني نسمع ديك الهضره تقول لي عندي شوق باش نعرف شنو بغى يقول فاش كنبعدوا واحد شي شويه الكولوار الاخر باش يهضر معايا تنلقى لا علاقه في ديك الهضره يعني هو تيقول هضره من عنده هو دابا بالله عليك اش غتسني هذا الراجل كاع بالسلامه فرضا كان معاك باك ولا ما كانش ودويتي اش كتسني كاع انت صدر من هذا الراجل هذا خادلك من النهار الاول مدلس عليك مو ما كيما كنقولوا ما بقى ما يتقال بينك وبينه زعما لا بين داك الراجل لا بين داك المحامي كاع بجوج بصح وهو من باب منطق راه هادشي اللي كاين كيما قلت لك راه غير داك الخوف اللي فيا وداك العقل اللي عندي مدير معاه البال بزاف تنبغي نعرف اي حاجه فهمتيني كيكون عندي فضول نعرف اي حاجه شنو كاين هكا المهم صافي من تما ما بقيتش انا الجلسه دابا انت كتعطي اختي ابتسام كنتي للاسف كنتي كتعطي للمحامي الفرصه باش يسلخك كنتي كتعطي فرصه لراجلك باش يسلخك وفي الدار ويسد عليك وللاسف سكتي وما تقول حتى شي واحد ودابا المحامي حتى هو كما كنقولوا قدام المحكمه حتى هو كتعطيه فرصه فين يجلدك بفمه صح تعرضت لشي اهانه وشي شي هضره اللي ما عمرني في حياتي توقعت نسمعها من شي غير مرة ما توقعتش نسمعها منها عاد وراجل قانون يعني راه شي حاجه
حاجة ما فيش تخلع عقل قاع بزاف. هو الصالح والطالح كاين في كل شيء. داك المحامي الاول هضر معاك ما مزيان وداك الشيء سجلت كان عليك ديك الساعات فين ما بغى يهضر معاك حتى انت سجليه. انا كانش كطيح عليا الفكره باش عرف نفهم. واني قلت انا قلت له حدينات اخرينات بصح تا يربحوا هادي ياك. بصح والله من يعني نصيحه زوينه بزاف. يعني اي محامي وعندك معاه شي مشكل ومن الطرف الاخر اللي هو تدافع عليه ما تخليش لي الفرصه فيني. ما خاصه الا كان مستفز خاصه الا كان مستفز حيت كاين بعض الناس اللي كيدخلوا مثلا بأداب باش يصلحوا ولا باش مثلا يوضع القوا حلول الوسط. كاينين كاين اللي تمتلكوا هذه القدره وكاين على العكس شي واحد اخر. واخا دابا 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 للاسف دابا هذا الرجل هذا ماشي رجل قانوني هذا هذا راه استرزاقي هذا دابا دابا شي يعني كما كنقولوا داك اللي داك الشيء اللي عطاه هو هي اللي كتقول ليه يدير داك الشيء للاسف. اما كاين شي محامين تبارك الله نزهاء واخلاقيين ومتخلقين وعندهم ضابير باش كيخدموا واش تي حتى شي واحد الا غيعرف بانه غادي يتظلم ما يشدو ما يشد ما يازروش. يقول لك انا شي واحد كاين اللي كيقول لك انا اسمح لي اخويا انت داكشي اللي كدير ولا داكشي اللي كديري ما نقدرش انا هذا شوف شي حد اخر كاع شوف شي حد اخر كاع وفوتني هنايا كاينين. وهذا كل كيعجبني انايا كيجيك الصراحه ما نيشان هي اخويا مصطفى صافي قلت لك دازت ديك الجلسه مشينا فحالنا الجلسه الاخرى اللي فيها غيحكم بالطلاق انا ما مشيتش. المهم احتاج هذاك الحكم يعني سمعت باللي صافي راه تحكم داك الطلاق. واخا مهم دازت امور صافي فرحت انا تنقول الحمد لله دازت امور مزيانه هذه هذه شويه تلقى واحد لابيل من داخل السجن. لابيل ابيل انا باش غنعرفها في هذيك 05 حتى غادي نجاوب عاد غادي نعرفو هو منين عرفتو هو راه صافي راه من داخل السجن. قلت ليه الو السلام عليكم شكون معايا قال لي معك فلان اللي هو الراجل ديالك. هو الراجل هو الطالق. طالق قال لي زعما دابا عجبك الحال طلقتي بغيتي تخرجي من الزنقه بغيتي ديري بغيتي ديري. قلت ليها هذا الراجل كتصوني لي وتقول لي هاد الهضره نقول انا بغيت ندير هاد الشيء فين انت عندك المشكل كاع انت فين عندك المشكل يعني انت راجلي دابا سالينا قانونيا سالينا انا نخرج ندير لك تهديدات. صافي في ديك اللحظه وهو كيهضر طاحت عليا ديك الفكره ديال التسجيل. وكانت جالسه حدايا اختي وهكا ودرت هذيك حيدت الصوت وقلت لها سجلي صافي ودرت باش بارلا وخليته تيعير دير لك قلت لك نضحك انا 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 وكيبقى يتعنى بالخدمه ديالو اللي هي ما بقاتش اصلا ما بقاش لها وجود. باقي هو تيتعنى بها في وسط السجن وانا 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 خليت تسجل المكالمه قلت الوقت والزمان هذا الله اعلم ما تعرف خليته صافي كانت هذيك هي اخر ابيل ما عاودش صنع عليا. كيف عاودش هضر معايا يعني كانت اخر ابيل ما عاودش صنع عليا موراها صافي. صافي قلت لاختي زعما نمشيو نديكلاريو بيه ونديو هذا التسجيل قالت لي صافي خليه منين قالت لي عنده ديك المده طويله قالت لي صافي ما عندك ما ديري بحبسه الله يسهل عليه وهكاك وباقي تنهضروا بواحد الانسانيه. صافي بقينا هكاك صافي دازت واحد المده كمل ديك المده ديالو خرج من الحبس. تما غتبدا المعاناه عاوتاني نخرج غير الحانوت ما كيجينيش هو بوجه مكشوف. ما كنشوفوش هو اصلا. حتى كيوقف عليا شي واحد بديك الهضره بداك الاسلوب ديال عطيني النمره ما تعطيني النمره انا مثلا بغيت يعني مثلا تنرفض تلقى راسي اخويا مصطفى صافي راني تناكل في العصا الشعر تلقى راسي في الارض ويلي اللي غيدافع تيبدا يضربني هذاك الشخص اللي كيوقف عليا وتيبدا يهضر معايا بديك الاسلوب ديال عطيني النمره وبغيت نهضر معاك وهكا وهكا. للاسف هي دابا المشكل هو انت باقي انت هي انت كما كنقولوا ما فهمتش انا هذا هو المشكل راه شي حوايج زعما واخا هو كيفاش ما فهمتش دابا هو كيصيفط لك شي واحد يتحرش بك ولا ما فهمتش ومني كيوقف عليك شي واحد هو كيجي كيسلخك ولا ما فهمتش انا باش دابا باش غنعرف اللي هو اللي كيصيفط لي هذوك الناس داز دوك المعاناه شي 15 يوم وانا هكاك مراه ما بقيتش نخرج بقيت كنخاف ولا كيجيني داك الشيء مقصود او كل ساعه فين ما تنخرج كنتعرض للعنف راه بزاف يعني على صدفه. لا غير اشرحي لي عافاك ابتسام وحاولي تسمعيني على قد واش دابا هو كيصيفط لك شي واحد يتحرش بك ومني كيوقف عليك داك الواحد هو كيجي كيشي يسلخك انت ولا ما فهمتش؟ لا ماشي هو اللي كيجي يسلخني هذاك الواحد اللي كيضربني.
هذاك الشخص اللي ما تنتبادلش معاه نفس الهضره ديالو وما تعطيه لا المراه اللي كيبغي هو وداك الشيء اللي كيبغي هو كيبدا كيضربني. ما هو ما تيبانش ليا ما تنشوفوش هذاك الزوج السابق ديالي ما تنشوفش خلقته كاع. قلت لك صافي ما بقيتش نخرج واحد المده صافي خفت. واحد النهار تلقاتني واحد الاتصال برقم غير مكشوف بريفي سلام ويقول لي بحد الاسلوب قال لي صافي شبعتي عصا ما بقيتيش قدرتي تخرجي وصلت وعرفته صوت صافي مشى لي انا في العقل ديالي امبوسيبل غادي يعني ما غاديش نعرفه ولا غنقول واقيلا غير هو هو هذاك. وانا نقول لي انا ما عرفتك شكون معايا قال لي واخا خرجي تاخدي شي حاجه عاوتاني وغتعرفي شكون معاك هكا خرجي تاخدي شي حاجه زعما تاخدي شي حاجه زعما من الحانوت ولا هادي وديك الساعه غتعرفي تاني شكون معاك. زعما مشيت مني كنت كنخرج نتسخر ولا نجيب شي حاجه خاصه لي تما فين كيوقع لي داك المشكل. اييه قال لي واخا خويا دابا فين دابا شنو كتربح انت في عصاتي وف في شغلتي في الزنقة وفي داك العالم كامل فين كتربح انت كاع؟ قلت له انا رايحتي نشوفك مشوه وما يديكش راجل اخر وصافي تيبدا عاوتاني بداك الهضره ديالو انا 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 اللي ما بقاتش ليها وجود في حياته باقي هو تيقولها. وبلاتي هاد عسكري ما بقاش عسكري ما عنده حتى علاقه. هو دوز عام وقيله وشهر كاين بقى هنا شي عسكر هادشي اللي كاين ما بقاش خدام هادشي اللي كاين باقي كيتوهم راسو راه راه هو باقي تيقول والمشكل اخويا مصطفى استغفر الله العظيم وكون غير تيقول فلان عسكري راه تيوصل شي مواصل خايبين انا فلان ندير ليه وفلان 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 يا ودي استغفر مولاك اش غدير دي العسكر بزاف عليه لانه العسكر منضبطين مفروض انضباط هذا ايوا المهم صافي ما بقيتش نخرج ما قدرتش نقول لماني للدار توقع لي وتوقع لي وعلاش علاش تنخاف تنخاف بزاف عندي اخوتي شويه قباحين وتنقول غنقول شي حاجه وعلى الاقل الا قلتيها لماني داركم يقدر بلاتي على الاقل الا قلتيها لماني داركم يمشيو معاك عند الكوميساريه تقولي لهم ودي انا كنتعرض للمضايقات ملي كنخرج ندير وانا كنشك في هاد الطليق ديالي لانه قال لي انا ما غنخليكش شي حياتك انا ما غنخليكش تعيشي فيها مرتاحه. وسبق لي عندي بلادنا هذه انا غنرحلو فين كاين المشكل. قلت لهم انا ما بقيتش كنلقى راحتي هنا صافي منين وقع داكشي بيني وبين داك السيد اللهم نبعد وبحكم السكنه ديالهم قريبه لينا صافي ما بقيتش بغيت نشوف دوك الناس. قال لي بابا واخا اللي بغيتي يا بنتي انا راحتك هي الاولى نمشيو فين ما بغيتي نمشيو. مشينا لبني ملال سكنا تما بني ملال لقينا واحد الدار بعناه الدار اللي كنا فيها صافي رحلنا. ناس جداد جيران جداد حياة أخرى رحلتوا من الدار رحلنا من الدار خوتي تزوجوا كل واحد دمرته المدينة فين خدام تنبقى أنا وبابا وأختي صافي ديك السيد صافي تلغى من حياتي ما بقاش يسول فيا ما بقيت نسول فيه حيد ديك النمرة يعني ما بقاش لي فين غيلقاني ولا من غيجيب المرسي. وبلاتي مشيتوا بلاصة بعيدة على انت فين ساكنين؟ مشينا لبني ملال بني ملال احنا كنا في خريب كاع واخا المهم صافي السيد ما عرفناش فين مشينا صافي تقطع لي داك الجهد ديالو كيما تنقولوا بلاتي عافاك اختي ابتسام الله يعطيك السر حنا كنسمعوا دابا انت ملي كتمشي عند مول الحانوت وكيجيو هادوك اللي كيتبسلوا عليك ولا كيتحرشوا بك وكيبداو يسلخوا فيك على ما عنده كاميرا تا داك مول الحانوت ما كيسيقوا في خبار في دير بتا تاكل لي العصا انا نشرح لك اخويا مصطفى دابا حنا ما كيجيو خوتك ما كتجمع الجوقه ما انا شي حوايج انا شي حوايج كتقول لهم لي ابتسام اسمحي لي لا من حقك اخويا من حقك حقيني نسول باش نلقى جواب فقط باش نلقى الجواب ديالي باش الناس هما يستافدوا من هذه القضيه. اختي دابا اخويا مصطفى فاش كان عندنا حنا تنخرج من الدار ما عندناش الباقي هكا موسعين اللي فيهم الناس بحال مضيقين بزاف بحال هذاك الشكل ديال مراكش والشمال مضيقين بزاف في ذاك البلاصه فين ساكنين. دابا كيضربك شي جوج ضربات وعلق في حالته. لا انا نشرح لك تنضرب واحد المسافه وتندور من واحد يعني من واحد البلاصه ما عند هذاك سميتو ما دايرينش فيها الضوء واحد البوله فيها مهرسه ما تتشعلش عاد كنفوت انا نوصل للبلاصه فين فيهم الحوان فين بلاصه انت تنتقداو. اذا انت في الوقيته اللي كتبغي توصلي للحانوت هي تستغل لي هذيك الوقيته وانا تنخلق هذاك السيد واقف ما تنعرفوش وجهه. مثلا تيقول لي بسميه فلانه لاباس هانيه النمره ما كيتناقش معايا ديك المناقشه ديال التحرش. اي التحرشيه خويا راه غيشوفوك خوتي راه غنوليو فشي ديال نقطع لك نوليو فشي مشكل يعني هذا جاي قاري شنو يدير معاك جوج كلمات ما بغاتش دير معاك الخاطر العصا. صافي يعني هو اللي فهمت انا وقيله
حيت واحد مره من دوك المرات كان واحد كيجرني بحال بغى يدي من شي معاه شي بلاصه وفكني واحد العساس وهذاك العساس المهم شدو ضربوه داكشي وهرب ليه من يدو ما عرفوش في الوجه وداك العساس بقيت كنطلبو باش ما يوصلهاش لعائلتي والخوتي فهمتيني يعني غيوصلوها للعائله الشخص ما معروفش هنا غنوليو كيما تيقولوا في الجديه نقطع عليك اش كتولي ما فهمتش انا شنو كتدي تقولي كتخرج مع الطلا غيولي يقول لك انت علاش هاد الصخره اللي غادي تجيك بالليل غيديروا فيها بزاف ديال الهضره وتما انا صافي كيما قلت لك داك الخوف ولا مرضني انت كتخافي حتى من داركم دابا يقول لك انت كتجبات صداع فين ما خرجتي كتلقياك ولا غيقولوا لك غيجيوك الضعف ديال الطلاق كون ما منين كنتي ما مجوجاش ما كناش كاع ما كان كيطرى لك هادشي ايوا زوج يا اختي وطلقتي بصرتي عليك الناس وليتي تجيبي لنا الناس لهنا وليتي ديري لنا كتبغي تخرج من المشكل كتلقى راسك تحتي في واحد ايه بحال دابا انت مكتوب عليك انك سبب المشاكل صافي راه صافي علموا عليك كما كيقول ايه ولكن هادشي راه هادشي راه تيبقى للاسف غير داكشي التخيل في راسك ما راه والواقع راه عقلي راه غير عقلي الواقع عقلك اللي كيقول لك ما الله يعلم كون مشيتي فاتحتيهم شنو كاين ممكن يكون عكس هادشي اللي كتشوفي انت يا فعلوا معايا مزيان يقدروا يمشيو ديكلاريو ويقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج يقدروا اللي جابوه هو وسمعوا داك التسجيل غيجبد الناس اللي كانوا معاه بزاف انا ملي تنبغي نفكر بعقلي راه تلقى راسي مزيان ايه وملي تجي نفكر بديك الجهه ديال الخوف وعندك ما تنقدرش هادشي اللي كاين داك الحصار ديال الخوف كديري باريير قدامك كتولي كتعتقدي باللي خوتك غادي يمشيو يقتلوا ولا غيمشيو يذبحوا ولا غادي يعني حياتهم غنضيع عليهم حياتهم بزاف ديال الحوايج ولا غادي كتقولي مع راسك ديك الوقيته اللي كنمشي نتنفس فيها برا غيوليو سادين عليا الباب ياك خرج داك التنفس صافي مشى ما عمرك تحلم زيد غير ديك الكلمه ديال نمشي للحمام ما كايناش الحمام غتحيدها من عقلك وديك الوقيته كنت مراعي حتى واحد جوج خوتي كانوا يلاه عيطوا عليهم في الخدمه ديال البوليس كانوا يلاه مشاو سطاج وتنقول لها مشيت قلت ولا درت شي حاجه وناض شي واحد حيت كيما قلت اخويا صافي عندي اربعه ديال خوتي دراري ولا ناض شي واحد من هذوك اللي معايا ناض دار له شي ضربه ولا قتلو ولا وقع لي شي مشكل غنضيع الاخرين خدمتهم اللي يلاه باغيين حتى بنتي في الحقيقه حتى الا افترضنا كاع عندنا العائله ديالك عندهم هذه الفكره هذه ولو انه داك الشيء كما قلنا غير خوف دابا انت راه طلقتي قبل البناء يعني ما يعني تداكشي اللي غادي يخافوا عليه مثلا هما باللي انت غديري ولا تفعلي انت اصلا كما كنقولوا عذره يعني مازال العذريه يعني ديالك كاينه ولكن واش عارف شنو العقل ديالك الخوف الخوف كيقدر يركب فيه الخوف كيأثر بزاف الخوف راه حطم لي حياتي ولحد الساعه دابا شوف غير انا وياك وانا وياك كنتكلموا شحال من مره كنقول لك علي صوتك يعني انت داك الخوف كما كنقولوا باقي راكبك شي واحد هداك يقول لي شي واحد اش باقي تجبدي هذا الموضوع فهمتيني اخويا مصطفى يعني كنهضر وقلبي تيضرب وحق الله العظيم ودير البال وما عرفت هي انا فاهم انا فاهمك انا مستوعب داكشي اللي كتقولي لي حيت دابا لو كان كنتي درتي شكايه في مثلا عادي بزاف نقولها للناس اخرى كون كنتي دير شكايه وغادي يقدروا يجيبوه مثلا وعنده الصوابق كان يقدر يقرب هذوك خياتي كامل اللي كيجويس لخوك داكشي اللي قلت كلشي غيحضر كلشي حيت هما عندهم الاسلوب ديالهم كيجمع دوك الشوكولا هاك غادي نعطيك سير ضرب لي هاد الضربه هادي وجي ايوا صافي غندور معاك ولا كان شي واحد تيستعمل شي مخدرات يقول لي راه غنجيب لك هاد النهار ولا هكا صافي كيستغل داك الضعف ديالو كيجي عندك حتى هو تلقاه على الله واش في الوعي ديالو ولا ماشي في الوعي ديالو كيتعامل مع التعامل عندهم حتى شي سلطه مال المخدر للاسف اللي نقدر نقول لك انك ما تيقاش في راسك بزاف كاع ما تيقاش في راسك بزاف كنشوف راسي ما قادره ندير حتى حاجه انا بعد المرات ما صالح والو ما تنطلعش حتى حاجه ثقة انت محتاجة تثقي في نفسك باللي تقدري ديري شحال من حاجة بخوتك بلا خوتك بوالديك بلا والديك تقدري ديري شحال من هذه المسألة اللي فاقدها انت والو ما عنديش كاع في القاموس ديال الحياة ديالي ما كايناش ودابا اللي داز على داك الشيء مدة ومازال في شي حوايج كنبقى نترددي مع نفسي اش سمعتيني اخويا مصطفى قلت لك معاش دابا قلت لك واخا داز على داك الشيء دابا مدة طويلة ماشي شي حوايج بساط كنبغي نديرهم تنقول لا صافي بلا ما نديرهمش واقيلا غطرا هادي واقيلا ولا غيقدر يوقع داك المشكل ونولي في الزيادة تاع لك وهذيك المرة وقع انا رجعت ثاني الماضي انا ولات عاوتاني تنولي متشبتة بشي حوايج اللي دازو وهذا مبلي هو ولا شنو؟ والو حتى شي بلية ما عمري ما شفتو كيديرها لا كار ولا والو ويلي شكون اللي شكون هذا اللي قال لك هذا؟
عاد لا تخدم في المده اللي هذيك 5 شهور اللي انا عنده في الدار ما عمري شفتو هز شي حاجه في يده. واه هذيك 5 شهور اللي انت عنده في الدار انت كاع ما اكتشفتي فيها حتى الدواء اللي كيستعمل عاد تكتشفي فيها واش مبلي ولا ما مبليش. الله يهديك ابتسام الله يهديك الله يهديك. كاينه كاينه واش نقول لك الدواء اللي كيقدر ياخذو يوميا انت ما اكتشفتيش. يعني شي حوايج حنا شوف حنا خوت كنتكلموا معاك يعني واحد اخوه كبيره حنا ما تعتبريناش شي حد ضدك ولكن حنا كنحاولوا نفكوا معاك هادشي اللي انت فيه. معضله بصدق يعني لان هادشي اللي كتعيشي مؤلم صراحه. لو انا نقولوا دابا واقعيا الا جينا نرجعوا ليه يعني في واحد زعما خوف مصاحبه واحد عدم ثقه اللي كنتمنى وما ما تبقاش في الحياه ديالك. ما كرهتش خويا مصطفى ما بقاوش عندي. كانت عندنا واحد الاخت كانت تواصلت معنا ما كتثقش في راسها ديك الساعات كانت باغا تطلق من الزوج ديالها وعندها بنيه. كانت عندنا الاخت ساره نيت اللي كنتمنوا لنا تجاوبنا حتى هي تعرف الافكار اللي خداو. وواقعيا دابا انت راه خصك تمشي تشوفي شي حصص نفسيه قبل ما يفوت الفوت. لا مشيت اخويا مصطفى مشيتي جربت. هي راه ماشي كتحتاج للتجربه هذه القضيه هذه. جربت حاولت يعني راه ما كنتش كنقدر. كاين اللي كيقول لي خصك تمشي عند شي طبيب نفساني تنقول راه كيضحك عليا كيديرني حمقى ما تنتقبلهاش. ماشي بالضروره ضروري حنا نرجعوا عاوتاني للحماك قلت العرف قلت العرف ايوا راه تيقول لي عقلين اللي مشى عند داك النوع ديال الاطباء راه حمق. يعني ما استوعبش على مود. يعني الاخت ديالي اللي بقات عليا شوفي غير نحاولوا غير واحد الحصه غير تعاوي داكشي اللي عندك غير شوفي غير باش حسيتي يعني الا كنتي مزيان نعاودوا نرجعوا ما عجبكش الحال ما نمشيوش. بقات عليا تمشيت. قلت لك مشيت واحد الحصه وحده مشينا عند الطبيب غير باش نهضر معاه غير ملي تيسولني غير ديك سميتك نيتك باش يقاد ليا داكشي ديالي ما قدرتش. وليت نحس براسي كنرجف حشاك اخويا مصطفى العرق في رجليا في يديا في وجهي ما عرفت ولا كيبان ليا داك الطبيب في الوجه ديال داك الطليق ديالي. الخوف اللي ركبني دابا ما عمرك جات عينيك في كما كنقولوا راجل مع امراه في بلاصه وحده زعما في منتهى السريه وليتي كتخيلي هذه المساله مني شفتي هذاك السيد وليتي تعتقدي باللي هو هذاك معايا هذاك هو الراجل. الصوره ديال داك الطليق ديالك هو اللي وليتي تبان لك في داك الشخص اللي حتى هو بغى يعاونك باش تعاوني راسك اللي هو اخصائي نفسيك. هادشي اللي قدرت نفهم على منك. اخصائي قال الاخت ديالي يمكن لك تخرجي يعني نبقاو انا وياها باش تعاود بواحد ويلي شحال غتعرقي وشحال تحشمي اخويا مصطفى. عرفتي واحد الاحساس كنت في ديك اللحظه فين سمعت ديك الكلمه وقلت لك وباقي تيهضر هو مسكين هو كيهضر بحكم خدمته باقي وجهه تيبان ليا هو داك السيد بدون شرار كنقول ليه لا كنغوت ما تخرجيش خليني. شدت ليها في الجلابه ديالها من الجنب وما بغيتش هو تصدم تيقول لي بنتي مالكي وما حدو تيهضر بدوك الحركات ديالي يدو قلت لك وانا كنشوف فيه الوجه ديال داك السيد كنزيد نفاعل دوك الدموع ما بغاوش يحبسوا صافي بغيت نموت ديك اللحظه كنقول هذه هي الموت. شوفي الطبيبه علاش ما تشوفيش الطبيبه؟ مع الاخت ديالي تقول ليها في هذه الحاله ما غاديش نقدر نهضر معاها ونبقاو تيهضروا شحال. خرجت انا لبرا بقى تيهضر مع اختي فقال لي اختي صافي ما غاديش نعاودوا نديك عنده لاخر حاجه كنت تبقاي تفكري ليا فيها هي شي طبيب. شوفي طبيبه انت يا مالك ما قدرتش كذب عليك علاش قدرت نمشي لها صافي وليت كنقول غنمشي ثاني عند شي طبيب غيولي بالي ثاني نفس المشكل. طبيبه ما بقاش لا في جاتني في عقلي. ما بقاش زعما دابا شوفي نقول لك واحد القضيه ربما هذاك الشخص كيحاول يستوعب حيت هو كاخصائي نفسي ماشي تصدم هو امامه ذاك الواقعه اللي وقعات. الله اعلم مسكين هذاك الطبيب شنو قدر اكتشف باللي انت واحد الانسان يعني كما كنقولوا مستبد بك الخوف بواحد الشكل اللي هو كبير وكيدير اشارات باش يقدر يطمئنك. دابا دوك الاشارات اللي كيدير جاتك انت بحال ذاك النهار الاول ديال الدخله مع ذاك الراجل اللي ايوا
يلا yeah. كيتناقش معايا داك السيد اي مع هذاك البيرو كيجيني حتى ندخلو بنفس ديك الغرفه فين كنت وبزاف د الحوايج دابا فهمتيني اخويا نقطعش واد نوصلك هادشي انا علاش قلت لك انا قبيله هاد المشكله راه عايشين معاك حنا بالجوارح ديالنا يعني في هاد الحاله كان ممكن تشوفي طبيبه تحكي ليها بكل واقعيه على التهديدات على ماشي غير على التهديدات على الزواج كيف جا ديك المده العامين قبل الزواج الخوف اللي كيتملكك الخوف من والديك واخا ما ساؤوش ليك مات الخوف من خوتك واخا ما ساؤوش ليك صح يعني مش حال من حاجه كان ممكن زعما ديريا ما ديك القدره باش ندير راه العقل اختي شفتي اخويا مصابك نسولك واحد السؤال عافاك شحال انت كتسمعين اختي ابتسام دابا انت نقدر نقول لك اخويا مصطفى ملي كانت عندي 16 عام 16 عام بقى صغير انا كنسمع سامي وديك الساعات قبل ما نفهمش ما نفهمش دوك القصص يعني باقي عقلي ما يعني ما كيستوعبش تنقيت نسمع كان واحد القصه سمعت اخويا مصطفى ديال واحد البنت كان خاصها الاب ديالها شحال هذا ما عرفتش عقل عليها ولا لا الابد وقائع مرات بيناتنا يعني هذيك القصه اللي تصدمت فيها وخلاتني نتبع البرنامج يعني في اي وقت لقيت اللي ما ك... يعني ما 18 عام كنا مثلا نعطيوك افكار قبل من الزواج كنا مثلا في 20 يعني قبل ما توصلي لكاع هذا الشيء هذا كله كنا مثلا ديك الساعات مازال ما وصلتيش كاع لهذ المراحل كامله كون كنتي مثلا عيطتي لنا كون مثلا بزاف ديال الحوايج كنا صح لي الفكره في بالي ديال انني نعيط ولا كنت نقول شنو غادي نقول وانا ما عنديش قصه ما عنديش شي حاجه اللي بقات لي غنشاركها واخا خويا دابا نجيم حموده قال لي لا سي مصطفى راه تتزوجت عدوق عليها المشاكل ولكن بالعكس هو راه قبل الزواج كانوا المشاكل قبل ديك العامين كان واحد الوضع غير طبيعي هذيك العامين العلاقه هذيك العلاقه زعما داك الوضع كان شويه مرات تلقاه طبيعي مرات يتخربق ليك شي مرات تقول هذا هو صافي هذا هو الراجل راه ملي ما باغي مني والو ما كيطلبنيش في الزنقه ما هذه ما صافي هذا هو الراجل ديال المعقول شويه تلقى العكس وعلى الاقل هذيك الطريقه باش جا وزرب باش يبطر بالخطبه والعقد بيه بالطريق بلا فرص ديال التعارف بلا فرص باش يتالفوا العائلات بيناتهم واخا هما جيران حيت راه صباح الخير اللي كنقول لك انت اليوم ملي كتحلي باب دارك في وجهي ماشي هي الا دخلت لدارك وتصريت انا وياك وشتي الطباع ديالي حيت هو في الواقع دابا كان نقدر نقولوا تامر عليك هو امه مو في نظرها الا تجو دابا مو في نظرها الا جوجاتك راه غادي به راه غادي برا ولا ما عط الله وعلم شنو في نظرها كاع هي دابا كاع بالنسبه ليها قالت لي يعني انا قلت غنزوجو غنتسنى منه هذا هو فهمتيني اخويا مصطفى قلت لك انا في ديك اللحظه كنقول الا تزوج السيد غنتهنى منه نتهنى من صباعو نتهنى من داك الشيء اللي كان مدوز عليا قلت له انت غتهني تبلي واحد الانسان اخرى يلا راه فكروا عيب الله تنقول فكروا شويه غير باللوجيك كيف دخلوا قلت له هذا راه العقل انت تفكي تفكي لواحد اخر وهي غدا الحياه شي تفك من شي ما يمكنش راه شو ما راه تنضحيو بزاف ديال الناس باش انت ترتاحي راه شي حاجه بزاف شي هو اخويا مصطفى واخا صافي وشنو اللي خلاك دابا تعيطي لنا اختي عافاك مع ان الواقعه وقعات كما قلت الاخ انا عندي قصه من وحده لحد من وحده عاد غدوزي دابا للثانيه هذيك هي المشكله الكبيره اللي ما بزاف انا بغيت ما يعني بغيتش ندخل في الموضوع ديريكت بغيت نمشي معك مرحله بمرحله واخا نمشيو فهمتيني اها قلت لك اخويا مصطفى صافي دازت الامور تحولنا من ديك الدار مشينا بدينا حياه جديده بحال كاننا يلاه غنقولوا بسم الله كما تيقولوا اها انا وليت كنخرج كنخدم هكا في الديور عقلي تيقول لي صافي يعني واخا دارنا الناس بين وبين ماشي عندهمش ماشي ما عندهمش ولكن عقلي ولا تيقول لي صافي خصك ما تبقايش ما عندكيش ديبلوم ما عندكيش نيفو ما عندكي والو شنو غتخدمي حتى شركه ما غتقبلك بعد مرات كنخدم في الديور بعد مرات كنخدم هكا في شي قهوه ندير فيها ميناج كل مره وشنو كندير شاهد الايام وجات كما تنقولوا غادي نتعرف ثاني على واحد السيد ها غادي نتعرف ثاني على واحد السيد يعني كيما تيقول لك راه اللي عندو حنا شخاف من الحبل ولكن ما فهمتش انا هاد العقل ثاني عندي ما فهمتوش واخا المهم حنا نمشي معاه المهم غلط في غلط اها
تنهضروا تنتلاقاو تنهضروا تنتلاقاو دائما هكاك. ما عرفتش المهم عاود لي القصه ديالي وداك الشيء وحس بيا المهم داك المفهوم بديك الهضره اللي تيقولوا هو تيقول لك غادي يعني غادي نسيك انا في هذا الشيء اللي داز عندك انت. اها بقينا هكاك اخويا مصطفى قال لي طلب مني الزواج قال لي نزوج بك. اييه مقبل انا قلت صافي واخا يعني يعني السيد عاود لي جاوت لي القصه يعني راه بينت لك انت اللي عندك شي مشكل يعني وضح معايا من الاول. اييه عنيش عندنا ما نتاني بقاو نطيحو في المشاكل. اها صافي هضر معايا السيد انا راه مزيان انا ديجا كنت مزوج ومطلق وعندي واحد الوليات ووقع ليا مشكل مع المراه. المهم راك عارف ديما ملي تسول واحد الطرف كيرد له مع الطرف الاخر ديما ما مزيانش المراه هذه. المهم ما عليناش غايجي لدارنا عاوتاني غنديرو خطوبه ما كاينش العقد مازال ما درنا العقد لا والو غير خطوبه. بقى ديك الخطوبه استمرت لمده عام. نسى نقول لي هادشي راه طول زعما خطوبة بينك وبين جال داركم جال دارنا اه وجاب عائلته وكل شيء. قلت لي هو عام راه زاد بزاف بركة وبلاتي حتى لهاد الشهر بلاتي حتى السيمانة الجاية بلاتي غندير هادي. المهم تيتردد بقى تيتردد. دابا خويا مصطفى الغلط اللي درت انا هو ديك الحال قبل ما يخطبني كنت في علاقة غير شرعية يعني يعني سلمت وراسي بهذا المفهوم. اييه لا صافي ما بقيتش كنفكر ملي تنقول صافي هاد السيد صافي راه غينسيني راه صافي جل يعني واخا درنا داك الخطا جا لدارنا صافي راه تنقول راه غادي نحيدو داك الخطا احنا صلحناه. المهم وقع بيناتنا شي نقاش نقاش بسيط ما بقيناش كنهضروا لواحد 3 ايام ولا 4 ايام. ديك الوقيته انا كانت كتشدني شي دوخه هكا ما رديتش البال. هو خويا مصطفى كان غير هو كاين حمل وانا ما عرفتش ما دايرش عليا ما عرفتش شنو واقع. نقول راه واقيلا غير مريضه عاديه. مشيت للطبيب تلقى راسي حامله 3 شهور. تما كانت صدمه ديال صافي تصدمت. اش غندير؟ مشيت صالح السيد قال لي وانا اش كتعاودي بدل داك الكلابه ديال انا اش كتعاودي لي هاد الهضره؟ دبري راسك. اييه ولكن ولد الناس راه انت سلمتك راسي وانت قال لي لا سمحي لي انا داكشي اللي كنتي كديري معايا على الله اش كنتي كديري انت في جهه اخرى؟ واش غير انا؟ هادشي اللي كاين هادو هما العلاقات اللي كيكونوا خارج الزوج وما محميينش راه هما هادو زعما السهل يعني درتها براسي ما دار لي حتى شي واحد. وبقيت تنعطيها ولد الناس راه هاد النهار فلان فلاني بقيت تنعطي كما تيقولوا داك الحساب حسبناه معاه راه داك انتوما علاش خليتو هاد الطول؟ شنو هي؟ العلاقة كثر شي الحمل سمعتكش اخويا مصطفى؟ زعما العقوبة الخطوبة درتوها وما درتوش العقد زعما العقد علاش زعما شنو اللي خليتوه يطوال زعما علاش؟ ما عرفتش هو تيقول لي مازال ما عنديش وقت انا حتى هو كان كيمشي خارج الوطن كيمشي على برا تيقول لي هاد راني دابا غندوز شهرين حتى العام الجاي فاش غنجي في الصيف عاد نديرو عاد نديرو انا مخليه حتى مالو كيعيش برا هو؟ كيعيش برا اه صافي سيد فاش توقع اللي وقع وليت تنهضر معاه تيقول لي ماشي انا ماشي انا ماشي انا ما عرفتكش انا فين كديري ولا في شنو كديري انا انا ماشي حداك ديما انا باش نبقى حابس كل نعرفك واش معايا ولا مع شي حد اخر ياك اه بهاد الاسلوب قلت ليه نقولوا انا ما مزياناش وكان تنمشي مع ناس اخرين نفترض اخويا البيريود فاش وقع فيها الحمل كنت معاك نديرو قلت لك الحساب قلت لي حنا ديال دوك الناس ديال بكري الحساب اللي حسبنا انا وياك معاك والتاريخ فلان فلاني والشهر فلان فلاني وبنيت شي شفت يقول لي واه كاينه راكي كنتي معايا ولا اني ماشي انا هادشي اللي كاين هال وهذاك النهار كنتي معايا وشكون قال مشيتي من عندي مشيتي لجهه اخرى ولا قبل ما تجي عندي نسيت لواحد الجهه اخرى. دابا السيد جاي يخطب من بعد ما سلمتيه راسك هي كما كنقولوا اي باش ينسي داكشي اللي دار باش يولي داكشي عادي لا عنده يا مصطفى حتى خطبني هذا وقع اللي وقع بس نقول الخطبه دازت لمده عام يعني في ديك وسط ديك الخطوبه في ديك العلاقه ديال الخطوبه فين وقع المشكل فين وقع داك الشيء داكشي باش هو كما كنقولوا طمنك بالخطبه وانا صافي ما من يوم اللي تنقول لي تقول لي انا لا انا هذه الخطبه غنفسخها انا لا جيت نخطب ترى فيني وينك دابا راه المشكل الكبير اللي كيوقعوا فيه بزاف الاخوات دابا اللي كيوليو كيراهنوا على الخطبه والخطبه راها هكا بغزال وبريوات وطبيصلات وعشيوه وداك الشيء راه ماشي شي حاجه اللي زعما يقدر تراهن عليها واحد البنت في نهايه المطاف هي راه غير وعد هضره كاع صح كاين ما عرفتش المهم صافي قلت لي دابا شنو الحل؟ شنو عطيني حل؟ شنو واش نحيد هذا الشيء اللي في كرشي واش
خليه واش واش صافي دابا تعطيني حل قال لي ما عندي ما نعطيك والخير اللي غندير فيك هو غنسترك الخير اللي غندير فيك هو غنسترك اي انا عارفه ماشي ديالي ولكن غندير واحد الخير نكفر به على جدنو قدامي غادي نمشي نقضي شي امور وغادي نجي غادي نديرو لاكت صافي الله يعاون الله يعاون وغادي نكمل قلتلي علاش قلتلي غادي نديرو لاكت حتى تمشي وتجي هذا غتفضح القضيه دابا هذا غير اللي ما عندوش التجربه شوف اش دار ليك اييه راه غتولي الكرش وغتولي الفضيحه وغنوليو في الدنيا قطع عليك وكيفاش وعلاش وغنوليو في مشكل تما وما الاخر هذا الثاني هذا كما كنقولوا انت تحتي فيه شفتي كيفاش هو داك عارف منين كيما كنقولوا كيف يتكل من اين تؤكل الكتف اه عارف اللي كاين ويني ضايا يا دي مغيصه تحتي فيها انت مغيصه ديال الصح وي ومشكل نديرها الراس يا اختي ها ما كذبش عليك انا عقلي كيما كيقولوا قلت عقلي اللي كديرها ليا وانا تنصح جميع الاخوات ما تثقوش في اللي كان ماشي اللي قالك بغيتك تثق فيه ماشي اللي قالك نخطبك نقولوا واه هذا راجلي ما كاينش راجلي هو يكتب عليا العقد هذا هو تنحسبو انا راجلي ما خطبني والعائله وشويه الحنه وكيما قلتي شويه الحلوه وشويه العشاء راه ما راجليش راجليش وراه راجلك في الدار ومني تيخرج الزنقه ما تيبقاش راجلك حاسب لك وما لا لا ماشي لهاد الدرجه ماشي المهم بزاف 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 ديال الحوايج المهم ما عليناش السيد مشى بقى معايا على تواصل لمده ديال شهرين اش نقول لك بغيت نسولك حتى انا في الحق خصني جميع الاسئله اللي كنبغي ندقق فيها دابا دابا حيت ابتسام ها علاش كنقول الاخوات ملي كيبغي يعيطوا لنا شحال هادي نتوما كتسمعونا اي واقعه كتوقع كنبغي خصني نستفسر باش نستخلصوا العبره بغيت نسولك عافاك هذا تاني اللي حملتي انت وياه ياك ما كان كيبغي يستدرجك باش تمشي معاه ومني ما كتبغيش قال لي خطبك باش يطمنك لا بالعكس زعما الطريقه الوحيده باش يخطبك ما نكذبش عليك يعني ما عمري ما خطرت ليه ما كنتش كنقول ليه لا يعني بداك ما عرفتش هذا اي حاجه كيقول لي تنقول ليه واخا هذا بسهوله كما كنقولوا ما نكذبش عليك وانا انا جيت نهضر باش ما هي 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 ماشي نبدا نقول لك اللي كاين لا هادشي اللي كاين انت قلتي لي داكشي اللي كاين الناس يتقبلوا القصه ديالي باللي فيها هادشي هذا هو الهدف ديالنا اختي ابتسام يعني تنمشي بخاطري عمره ما قال لي ديك الكلمه ديال بزاز ولا وخصكي صافي نتلاقاو غنديروا ديك القضيه تنعترض شويه صافي دغيا تنقول صافي واخا صافي تمشي بخاطري ما كيهزني ما كيهددني ما كيضربني ما كيدير حتى شي حاجه والو دابا حيت هادشي اللي كتعاودي لي دابا هاد السيد دابا هاد الثاني هذا كما كنقولوا الله اعلم شوف حياته كيفاش دايره واش مخلي الاولى بنت ولا ولد وشوف الثانيه حتى انت شوفي باش غيخليك زعما موسي زعما صراحه واخا انا معاك اها مني مشى مشى بقينا تنهضروا المده ديال شهرين موراها ما بقاش يهضر معايا يعني حيدني من مواقع التواصل كاملين واتساب من الميسنجر واتساب كلشي بلوكاني منه كلشي يعني تيليجرام كلشي كلشي فاش كنصوني كندير روشارج ديال باش نصوني على برا كيقول لك هذا الخط غير مشغول يعني نبدل ديك النمره واش الله اعلم وما عنديش يعني تنقول شكون غنسول عليه شكون تنقول عائلته بلاش صوني لمو خالتي فلانه لاباس عليها تهضر معايا بخير عادي واش كيهضر معاكم فلان تيهضر معانا عاد دابا قطع معانا لابيل وانا راه تنصوني ليه ما تيجاوبنيش انا ما قلتلهاش بلوكاني كاع تنصوني ليه ما تيجاوبنيش دابا انت هذا جاك بحال داك الطبيب على من كنتي كتقلبي للاسف الشديد شو سلمتي ايوا شو سلمتي ليه راه مني وتصنت ليا وعطاني واحد الامان اللي هو كان مخدوع كما تيقولوا فرش لك الحصيره فوق البير هادشي اللي كاين ماشي تنهضر معاه قالت لي لا راه كانت تهضر معانا نورمال هو عاد هضر معانا قلت له واخا سالي النمره باش تهضر معاكم هي مسكينه غير هي ما فهمتش ما تعرفش صيفطات لي ديك النمره ما عرفتش واش حدا شي حد قيد ليها ولا ما قيد قالت لي يلاه فتت عليا النمره قيدتها سوسوني كنلقاها ساهله هذيك النمره اللي عطاتني ماشي نفسها اللي كانت عندي الو السلام عليكم قال لي شكون معايا قلت لي انا هذيك السيده اللي كذا كذا شرحت لي قال لي اش كتقلبي الفاعله تركب الهضره طايحه قلت لي عطاني اتساع وانا ما تنعرفكش تري قلب على من تلوحي باطلك وداك الشيء اللي خسرت عليك في الخطبه حسبي غير صداقه اش نقولها ولد الناس قال لي قال لي انا قال لي انا ضحكت على قرانك عشره وجي تضحكي عليا انت قال لي واش تعبيت ولا ما عندكش شي حمقه قال لي انت راه هبيله قال لي بحال هكا ولا كيعايرني بالضعف ديالي درت فيك خير انت
رجعتك لعقلك وليتي قال لي وليتي بغات تلصق لي الكرش خصنا نعاوننا ويعاونك ها حنا ولنا في الهضره ديال الخير صافي قطعت مع هذيك لابيل ديك النمره ثاني ما بقاش كتشد كنت نعاود نصوني ليها هذا المخاطب غير مشرف دائما دائما صافي قطعت لي صافي الخمس شهور دابا هو كما كنقولوا استدرجك وجابك شهرين ولا 3 شهور وانت ما فكرتي ديك الساعه ديك 3 شهور ملي قال لك اودي هذا ماشي مني ما ديكلاريتي ديك الساعه ما حدو مازال ما خرج من المغرب ما والو ما ديكلاري اش غنديكلاري خويا مصطفى ولا غادي نهبل ليا اش غنقول ليهم فكرت فيها ما بتزنيش هادي راه ماشي ليا هادي راه يعني شويه ناقصه كتمشي عندهم إيه كان كيتثبت فيك باش يخرج ايوا راه ثبتني في حداش راه تثبيت هذاك ديال انني صافي غادي نمشي وغادي نرجع في هاد الايام المقبله بكري باش نديرو شي حل ما نخليوش هاد الشيء حدك مشيتي وليتي واحد اخر وليتي ضرب اسلوب واحد اخر يعني مشى ديك الهضره ديال غنديروا الحل وغنشوفوا غنشوف ما بقاش داك الشيء حيت ممكن ديك الساعه تكون درتي هاد الاجراء ممكن يردوه هو خارج كاع في حالاته واخا معليش هو المشكل ايوا صافي السيد ما يعني ما بقاش تاع عائلته ما بقاش انت هاد الشيء طرا شحال طرا على هاد الشيء اللي طرا شحال ماشي بزاف غتكون دابا شي عام لا اكثر عامين قريبه تكمل عامين غتكمل في هاد الشهر في هاد رمضان هذا من غير جا رمضان غتكمل عامين قبل كورونا لا فيها فيها في رمضان ديال كورونا اه راه كان طاري ديك الساعه المشكل رمضان الاول رمضان ديال كورونا اللي كانوا سادين علينا فيه ما اللي كان فيه اللي كان ما كان اللي كان فيه كاع الكونفيلم اللي ما كان فيه داك الحجر كله ديال خمسة د العشيه كلشي كيسد عليه كلشي حتى واحد ما كيبقى يخرج هذاك تما في داك رمضان راه كاين الحل وديك الساعات راه حيت كان حاصل وقيلة ولكن اللي استغربت يا خويا مصطفى كيفاش مشى راه كيفاش مشى وكيفاش مشى كيفاش مشى كيفاش خرج البلاد اللي ما بغاش تدخل ليا العقل كانوا سفريات خاصين كانوا بزاف د الحوايج كانوا ما جاتني غريبه وليت كنقول انا كما كاين غير في المغرب كانوا مره كيتحلوا وشويه تنقول لا ما يمكنش في المغرب وغا يهضر معايا بالنمره ديال برا ما يمكنش واش نقول لك نسولك واحد السؤال ونسولكم انا كاع سؤال اخر ما يكونش هذاك الزوج الاول ولا داك الطليق هو اللي يكون صيفط لك بحال هذا طريق صيفط لك هذا طريقه اخرى عاوتاني باش ما عرفتش ما فكرتش فيها حين جاني داك السيد ثاني يعني لا علاقه ليه بديك البلاد فاش كنسولو على ديك البلاد اللي هي خريبه كتقول لي انا ما عمري مشيت لها في حياتي واخا زعما مو كاع جات خطبات كاع بالسلامة يمكن يقدر يكون ماشي بعيد يكون هو اللي بحال ملي توقع بحال هكا راه سيدات كيوليو طيحوا عليا هاد الافكار ولكن تنقول ثاني ما يمكنش واش هذا غيبقى تابع لي لان يعني ما عارفنيش فين كاينه بزاف الحوايج وما عرفتش انا كلشي ممكن كلشي توقع المرة دابا عطاتها النية عطاتها زعما عطاتك النمرة انت شكون هي؟ مو النمرة ديال ولدها عطاتني النمرة ديال ولدها النمرة اللي كيهضر معاهم بها واخا لالا واخا ايوا ايوا صافي السيد ولا ما بقاش يهضر مع دارهم ولا حادث عليهم كيما تيقولوا الموضوع ما تيهضر معاهم حتى شي حاجه ولاو كيجيو عندي انا تيسولوني دابا بلاتي بعدا ما بقاش يهضر مع داركم ولا مع دارهم مع دارهم هو وشكون اللي قال لك بلي ما تيقدرش ما يهضر مع دارهم مو جات لعندي للدار انا جايك الهضره خويا اييه دابا ما بقاش يهضر معاهم باش هما ما يعطونيش النمره عاوتاني باش نوليو نصدعوا انا اييه فهمتي جات عندي الام ديالو اختو قالت لي اختي راه تنصوني والسيد راه طافي على النمره فاش هضرنا معاه في واتساب وفيسبوك تناقشنا معاه في الهضره قال لنا علاش تعطيوها النمره ما تعطيوها النمره انا بلوك انا من كل شيء اش واقع ما قلتيش قلت لها واقع واحد الخلاف بينه وبينه سوء تفاهم راه انا مبلوكيني راه عادي زعما وعلاش ما قلتيش لهم راني حامله ها خفت احنا عليه تنهضروا غتقول عاوتاني تخاف ما يتقبلوش يمشيو يعيطوا لداركم بقينا تما الصداع ايوا ها احنا اييه مشكل ثاني يقول لهم احنا مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق يتحرق بنتكم غدير لنا مشكل كدا دير هواك ولكن راه الكرش كتكبر دابا هو حاضر راسو جا خطبوه هضر وصافي ومشى في حالته ايوا الو انا معاك ني مشيت للرباط مشيت لهذا الرباط صافي تيهضروا معايا مالي الدار في صوني وليا مثلا في الاول ما كنتش كنجاوبهم صافي تا بكيت راسي وليت كنجاوبهم كلشي مخلوع كلشي كيقلب عندو مشيتي للرباط ها مشيت ما عرفتش اخويا مصطفى عند من غدا صافي غادي ديك الساعه دخلت المحطه تنسمع تيقولوا الرباط كذا الرباط كذا قلت نمشي للرباط من بعد والله حل بعيده جاتني بعيده فديك الوقيته هذيك صافي غنمشي راه صافي الشوه هذيك ما بقى بعد لي فين نزيد نزلت اخويا من المحطه الجيب ديالي 4000 ريال تنقلب
تيقول لي راسي قلبي على الكرة، باش باغا تخلص هاد الكرة؟ انا وراسي مدابزين، انا وراسي ما معايا حد. اييه شويه تنقول نمشي عند البوليس، اش غيديروا لي البوليس؟ نمشي لشي جمعيه، انا ما عارفاش الليل هذا اش من جمعيه بتقبل عليا في هاد الليل. تنخربق اش غندير، والدموع ومدهشره وما عمرها كانت ليا. صافي ريحت في المحطه، تطلع النهار تنسول الناس تما. هما سولت واحد المره وهي قلت لها واش كاين شي جمعيات هنا، قلت لها بغيت نمشي لواحد الجمعيه، قالت لي بحالاش. عاودت ليها غير واحد شويه من ديك القصه، وقالت لي كاين واحد الجمعيات يقولوا ليها باب الخير. ما فكرتيش تمشي عند مو اللي خاطباك تجلسي عندها في الدار تيجي تحل المشكل؟ ما قدرتش، ما فكرتش فيها لا حد بعد نمشي للرباط ما عارفش. ايوا انا خوف هربت، يعني بداك الفون قال لي هربت. يعني هربت من الشهر، انا بغيت 7 شهور ما عجبهاش اخويا مصطفى، قال لي ما كيبغيش يدير راسو يشوف. تقول يا راه كتتلف ليك. صافي مشيت لديك الجمعيات او منطقه، داروا معايا واحد الحل زوين، خلوني عندهم، بقيت معاهم ديك المده اللي بقات لي حتى ولات، حتى دازت الامور مزيان، يعني وقفوا معايا وقفه ديال الولاد الناس. صافي فاش ولدت بنيه، دز واحد الشهر يعني وقفت على رجليا، ما بقيتش مريضه، يعني كان خصني نخرج. اييه كيفاش تجي باش تجي بلاصه اخرى، باش هذيك بلاصه خصها تعمر بعد نفهم، يعني راه فوق المستطاع. هي كاع الاخوات اللي تيكونوا في وضعيه صعبه تيشدوهم بحال هكا الجمعيات. صافي بقيت نتعرف على شي بنات تما معايا في نفس الواقع اللي نفس المشكل. خرجنا انا واحد البنت، هذيك البنت جات عند الام ديالها، مشيت معاهم. تلفه بقات شاديني معاها، ما عارفه فين تدي ولا فين تمشي، والله ما عارفه فين نزيد. بقات شاديني معاها واحد 15 يوم، قالت لي دابا عرفتي، قالت لي دابا حنا برينا غنقلبوا على شي بيت نكريوه. وهذيك البنت كانت والده وليد وانا بنيه، وفاش قالت لي غتشدهم لنا الوالده، نبقاو نجيبو الحليب وليكوش الام ديالي، حنا نمشيو نخدمو انا وياك. ولادنا راه شاده امي، شاده امي، قالت لي ما تخلصيهاش، جيبي لها غير القوام ديالها الحليب وليكوش وحوايجها وداكشي ديالها راه غتشد. اييه داكشي اللي درنا. قالت لي اش تعرفي ديري؟ قلت لها ما نكذبش عليك، انا فايته قلت لها تنخدم في الديور هاوي، هذا هو خدمتي. داكشي اللي درنا حنا عند واحد السمسار، لقى لينا واحد الفيلا خدمنا فيها جوج بقى وحده، هذيك البنت كطيب وانا كندير الميناج. ضربنا معاهم شحال شي 8 شهور صافي خدامين يعني على ديك البنت، العائله صافي ما بقاتش العائله، تقطعت العلاقه، كلشي مشى. وهذيك الوقيته سمحي لي ما داروا لك شي محضر على داك السيد باش يتبتوا عليه داكشي اللي النهار اللي دخل المغرب؟ ما حتى شي حاجه هاد الجمعيه؟ انا اللي ما درتوش ما نكذبش. وما قالوا لك؟ قالوا لي كاين محامي، كاين كلشي، غير بديك الوقيته فاش جاو عندي البوليس البلاصه فين ولدت، يعني ضروري كيديروا معك واحد المحضر. اييه تما قالوا لي عطينا السميه والكنيه ديال هذا الاب نديروا معاه اللازم. قلت لهم انا ما تنعرفوش. اييه تما فين انا خسرت الامور، وكيفاش وقع لي؟ قلت لهم وقع داكشي غير هكاك وصافي. اييه واخا ربحت في مشكل تما، ولكن الحمد لله وقفوا معايا دوك الجمعيه. اييه صافي. قلت لك اخويا مصطفى تقهرت بديك الخدمه، ولا ماني نضرت، واخا تقطعت العلاقه ولا تقول لك صافي رجعي. صافي رجعت معاهم، انا عجزت على الخدمه، ما بقيتش نخدم، الدريه كاينه عند ديك السيده ولا ديك السيده اللي مكلفه. اييه واحد النهار هي تقول لي شوفي الا بغيتي تعطيها لشي عائله ديري لهم التكفل تعطيها لهم وسيري، قالت لي عند داركم ولا بغيتي تعيشي مع داركم. واخا انا بديك ذاك الضغط وما عرفتش، قلت لها واخا ماشي مشكل. جات قلبت لي على واحد العائله، جاو هضرنا وداكشي، داكشي اللي درنا جابوا داكشي قانوني باش يتكفلوا زعما بالبنيته. تكفل ماشي تبني، غير تكفل. واخا نداوها، درنا داك التكفل، يلا ماشي بزاف، درنا غير في شهر 11. عرفتي اخويا مصطفى فاش داوها؟ دازت واحد السيمانه وليت واحد الانسانه وحده اخرى. مشى داك الخوف، مشى داك الشيء اللي كان كيجيني، مشى مني بزاف ديال الحوايج، وليت باقي نقلب على ديك البنت. وما بقاش عندي كيفاش ندير، تنجبدها. الامومه دابا تحركات فيك، الامومه. ومن كانت فدايا ما كنتش راده معاها البال، كنت حاسبه الله يسمح لي بحال الا ما كايناش. اييه وفي ديك اللحظه فاش عرفتها صافي سنيت عليها، يعني عمرها غتكون ليا. صافي تما خويا صافي تقلبات حياتي. اييه نبكي الليل والنهار، الناس كانوا في نعس انا ما تنعش. راه هادي بعض المشاكل كيمكن الانسان تكون في حاله اضطراب، كيما كنقولوا من ملك الشيء اهانه، بعض المرات ما كتكونيش راده البال تاعها، كتمشي من حداك. واخا المشكله اللي طحت فيها خويا مصطفى هو دابا بغيت نسترجع ديك البنت، وفاش مشيت انا باش ندير مسائل قانونيه ما قبلوش لي، قالوا لي لا ما يمكنش. شكون اللي ما قبلش لك؟ يعني مشيت في المحكمه فين درنا داك سبق لينا ودرنا داك فين تحكم لنا داك الحكم ديال الاهمال وداك الشيء باش هي. اييه
قالوا لي 50% ترضيه 50% لا. ملي قلت لهم علاش، قال لي خاص تكون عندك سالير شهري وتجيبي لنا الوراق باش كتخلصي اولا شي حاجه في الملك ديالك باش نضمنوا العيش لديك البنت. اييه ما عيبش، ما قالوش شي حاجه اللي ما كايناش قانونيا. كاينه بصح، وانا درت جميع الحلول بحال هذا الشيء وشديت واحد المحامي، وفاش يعني فاش دخل لي في الامور قال لي ما قدرتش السيده مسك عليها الله بزاف ومعيشه الدريه في واحد الظروف اللي مزوينه بزاف اللي المحكمه ما بغاتش ليك بهذا المفهوم. وبالنسبه لما حاولتيش تلجئي لشي جمعيه نسائيه مثلا يقدروا يساعدوك مثلا تلقاي شي حاجه شي تشغيل، شوف شي تلقاي مثلا شي حاجه تشغلك ذاتيا وهذا وتوقف معاك تازرك مثلا عن طريق المحكمه تقول لهم ودي ايه هاد السيده ها هي مكابره ولكن هي راه عندها حق الامومه على اعتبارنا هي ام وحنا مثلا نقدروا نبداو نتابعوا معاها. حاولي نسولوا، حنا نسولوا معاه حتى حنا على شي جمعيه اللي كتقدر تكون واكب بحال هكا شحال من مرة اللي عطات بنيتها ولا شي حاجه. وكنتمنوا ان بزاف البرامج ديال النساء يكونوا في زعما يكونوا بحال هكا. والوالد ديالك باقي على قيد الحياه، خوتك في الدار وباك وخوتك مثلا قبل ما فراسهم مثلا على البنت والو صافي رجعت انا تما لبني ملال وليت هكذا معاهم وخدامه عايشين عادي ما كاينه بنت بحال باقي الامور كيما هي. دابا بقى داكشي مستور، بقى داكشي مستور. وهذاك الشخص اللي كان جا خطبك وداكشي لا بريه لا تليفون والو، حتى لواحد النهار سمعت غير من بعيد قال لك وقع ليه شي مشكل مشى للحبس، كان تيدير داكشي ديال التهريب ما التهريب وشدوه مشى للحبس. ما سمعت ولكن ما عرفتش واش واخا حنا دابا ابتسام سمعنا لك وسمعنا لك بال بالاحساس ديالنا وسمعنا لي كنتي كتفعلا بغيتي خليك معايا بغيتي تعرفي كيفاش يمكن لك في هاد الظروف مادام انك محسنة الظروف ديالك. ولكن غير راه تيبقى المشكل هو دابا انت جالسه مع داركم، يعني خص بعدا الاخبار ديال داركم بهذا الشيء اللي طرا ولا استقلال ديالك بشكل شخصي تعيشي به. والسيده اللي بلاتي وداك السيده اللي كانت معاك عطات الوليد؟ لا ما عطاتوش، بقى عند امها. بقى عند امها كمل عليا ديال بصح. واخا دابا انت كتسولينا كيفاش انت كأم بغيتي تسترجعي البنيته ديالك تعيش تحت الكفاله ديالك، ولكن راه كما قلنا لك دير باقي المشكل دابا انت عندك مع 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 باك كنا هي مستقله بعدا، انت فين غتردي بعدا هاد البنت؟ ولين غتجيبيها؟ انا سبق لي وعندي الدار ديالي ما في بني ملال بوحدي. يعني قادره نعيش انا وياها فيها، يعني قادره نجيب ليها مربيه تقابلها فاش نكون انا خدام، يعني وليت قادره بزاف ديال الحوايج. على درتي شي دويره ديالك؟ بالعمل ديالك؟ بالعمل ديال اخويا مصطفى. واخا وبالمعاونه ديال الوالد ديالي نيس. واخا واخا، ما الوالد عمرك ما فتحتيه في هذه المساله ولا صارحتيه فيها ولا؟ ما تقدرش غادي يمرض ليا وتوقع لي شي حاجه ونولي انا هي السبب. ولكن راه موقف كتبقى موقف، لانه مثلا مشيتي تستقليتي مثلا براسك ودرتي بنتك تما راه حتى الوالد ديالك غادي، حيت هادشي ما كيتخبعش هو مع الوقت. واحد النهار غادي يبان يبان، هو تتقول من الاحسن لا جا مازال يجي يطول شويه باش ما عرفتش ولا عقلي انا اللي كيقول لي هكا ولا ما عرفتش اخويا والله ما عرفت. واخا وبنتك دابا انت عندك بها شي صله كتشوف فيها من بعيد؟ لا والو والو، هي تقطعت عليا التواصل. انا عارفه الدار، عارفه فين كاينه، عارفه الخدمه ديالها، عارفه كل شيء، ولكن هي بغات تقطع داك التواصل. قالت لي صافي انا وياك فاش سالينا هذا الشيء ما تبقاي تجي عندي، ما نجي عندك ما تعرفيش. علاش ما تفكريش مثلا على الاقل يعني تطلبي منها دابا هاد السيده هادي تبقي ديك العلاقه منسوجه بينها وبين بين 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 بنتك وبينك وبينها، تبقي على الاقل تبداي تشوفي غير بنتك على الاقل تعرفك مره مره. نقدر نشوفها مره مره. ايه ماشي حسن النمره ديالها اللي كانت عطاتني في الاول حيداتها ما بقاتش عندها ديك النمره. وانت شوف غتمشي للدار وراه انت ام وهي ام وانت مراه وهي مراه، كنظن باللي زعما ماشي ما غاديش تكون زعما هاد ماشي هما تكفلوا هما تكفلوا، يعني راه الام ديالها كاينه يعني من يعني بالنسبه لك انت من الناحيه القانونيه يعني ما عندهمش الحق يمنعوك من بنتك حيت انت حيت انت ام كتبقي مسجله في سميتك بنتك. تبقى تسمية ديالي حيت هما غير التكفل تكفلية. يمكن يجي واحد النهار تقدري تمشي عندهم بالويد
ولا تحطيتي كاع في داك الموقف مثلا فين بغيتي تمشي ولا تبقي مع عاد ولا تمشي عند امك مثلا، على الاقل غتكون بعدا كتعرفك وانت كتجي عندها تكون يعني كما كنقولوا. مش عليك اخويا مصطفى، انا ما كرهتش ترجع ليا، تكبر في حضني تكبر. شوف دابا 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 هدف كيمكن لك توصلي ليه، ولكن على الاقل مبدئيا دابا هادشي ديري دابا، دير خطوات، ما تستعجليش ما تستعجليش، ما تخليش يعني ماشي واحد النهار حتى واحد النهار يقول لها هادي امك دا ولا باش امي ولا. دابا دابا حافظي على الود بينك وبين ديك السيده، ولا مثلا تقدر ما تقطعيش الصله بين بنتك. هذا هو المطلب ديالنا بعدا. ولا ما بغاتش اخويا مصطفى تخليني زعما نشوفها ولا منعاتي. الشريفه راه ديما انت كما كنقولوا كتقرايها من ديك الجهه ديال الخوف. راه هي ام وانت ام، هتمشي وتجلسي معها باللباقه وبالادب، قولي الله يجازيك بخير، حيت انت هي من الناحيه القانونيه راه هي سميتك، يعني انت ماشي غادي تمانعيها منها، لانه تنتينيت اصلا وحله في راسك دابا حاليا، وحله في راسك ووحله في العلاقه ديالك بينك وبين والديك. ربما يكون عندها واحد المحيط اللي هذا يمكن تستعني كاع بهذيك السيده، يمكن بزاف د الحوايج غير. وكان دابا في هذه الحاله خصك بعدا على الاقل تحافظي على داك الود بينك وبين البنيته وبين هذيك السيده اللي كتبقى مكفله بالبنيته ديالك، باش حتى هي تعرف باللي المهم ما كاينش تبقى تخبى منك ولا. والبنيته دابا غتكون عندها شي عام ونص غالبا ياك. لا، في هذا الشهر غتكمل عام. في هذا الشهر هذا. واخا احنا معك ابتسام، وغادي نسمعوا كلنا الاراء الافكار اللي غادي يجيو ديال الساده المستمعين. اسمح لي بزاف اخويا مصطفى. شنو تبغي تقولي لهذا الثاني، وشنو تبغي تقولي لهذا الاول اللي تزوجتي به ابتسام؟ خويا هذاك لا الاول لا الثاني ما تسمح لي ولا الدنيا لا اخيره. الاول ما عرفتش، انا ما عرفت كيفاش نوصلك، ولاني هذاك السيد كيما نقولوا مريض، ولو دار هادشي كامل صافي راه المرض ديالو اللي خلاه يدك. واخا واش تبغي تقولي اش بغيتي تقولي لهذا الثاني؟ رساله مفتوحه لي اللي كنقول ليه ما نسمحش ليه. علاش؟ حيت استغل الضعف ديالي، استغل داك الجانب اللي انا اللي ما كنتش قادره نبوح به للطبيب للعائله لا حتى حاجه. جاني من واحد الجهه ديال صافي انا هو السند ديالك، انا هو اللي غيكون معاك، انا تخرجني من واحد الموجه وطيحني في الاخرى اللي كانت اكثر منها. لو كنت مني تكون غير خلاني في الاولى، كنت مع ليام غنكون مزيان وغنكون بخير. هو غدرك بزاف اخويا مصطفى، واحد الدرجه غدره في صدمه، ما عرفتش في غلط بزاف ديال الحوايج يعني بسببه. دابا راه غلط كنت